الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأينما تصلكم صورة قناة حنبع التونسية، نحييكم ونتمنى لكم متابعة طيبة لهذه الحلقة الثالثة من برنامج سويعكان. المنتخب الوطني التونسي اكتفى بنتيجة التعادل منذ قليل أمام نظيره الرأس الأخضر، طبعا تعادل في طعم الهزيمة، خاصة وأنه بعد هدف منصر كنا نعتقد أن المنتخب يسير في طريق مفتوح للفوز، لكن ضرب جزاء لم تكن متوقعة قلبت كل المعطيات. سنتحدث في هذا الموضوع وتشوفوا يعني حالة حتى الاستديو، معناها ناس من خلال يعني المقابلة ومن خلال تفاعل الجماهير اللي حاضرة ولا حتى الضيوف مع المباراة، بالفعل صدمة وخيبة أمل بالنسبة للمنتخب التونسي، لكن يبقى الأمل قائما مع نصور قرطاج. سعيد بأن أرحب بضيوف حلقة اليوم. سمير السليم، يا وسهلا بك. أهلا بك عادل. المدرب القدير نبيل الكوكي، مرحبا بك، نورتنا. اللاعب الدولي السابق المنتخب الوطني وملحمة الأرجنتين علي الكعبي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. المدرب القدير طبعا وخلينا نقول أحد أطراف الأطراف المساهمة في ملحمة 2004 وفوز تونس بكأس أمم أفريقيا، رضا الجدي، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. والمدرب المساعد في النادي الرياضي الساحلي طبعا مع السيد فوزي بوزارتي، والقيدوم والصديق والمدرب الكبير أيضا المختار التليلي، نرحب بك. أهلا وسهلا. مرحبا. نحب قبل ما نبدأ وفي أكيد في الحديث تباعا عن المنتخب التونسي، عن أدائه، عن المباراة، عن التشكيل، عن الاختيارات الفنية والتكتيكية، حب نمشي الأمل الحداد بعد ما ذكرنا طبعا بعنوين التواصل وتقولنا حتى التفاعل انطلق منذ نهاية المباراة من الجماهير التونسية حول أداء المنتخب وحول التعادل ضد الرأس الأخضر. أمل لك الكلمة. مرحبا عادل، مرحبا بالحضور معنا الليلة، مرحبا باللي تبع فينا الكل، تحية خاصة للجمهور اللي قاعد يتبع فينا وين ما كان، من تونس ومن خارج تونس، تفاعلات كبيرة قاعدة توصل لنا وفرحانين ياسر يا عادل بالمتابعة اليومية متاعنا للكان. شكرا لكم على ثقتكم ومتابعة طيبة في كل تغطيتنا اللي كان. نذكر بعناوين التواصل اللي تنجموا تفاعلوا معنا عن طريق الفيسبوك بالمكتوب مكشوف باج اوفيسيال، ولا عن طريق تويتر بالمكشوف تي في، ولا عن طريق الميل بالمكشوف تي في @tanibaltv.com.tn. نذكروا زاده بيه نتائج الجوله الثانيه من كان اليوم. في الجوله الثانيه جوله التعادلات، زامبيا كونغو 1-1، تونس الراس الاخضر 1-1. أكيد سنتحدث عن هذه المجموعة وبقية المجموعات، وسنحاول أن يكون هناك ربط مباشر وفقرات عديدة متنوعة من خلال حلقة اليوم. لكن وقت نحكي عن المنتخب التونسي نحكي عن الجماهير التونسية عادة، لكن اليوم وقع الاستثناء في غينيا الاستوائية، باعتبار وأنه المنتخب التونسي كان مدعوم في مباراة اليوم بجماهير كاميرونية. تقولوا علاش؟ نشاهد هذا التقرير ثم نرجع ونحكي في البلاتو. إيراد فيزيكمون واحد قداش ينجم يشد توا ساعة ونص راح نلعبوا 8 يشدوا حتى بعد الماتش، وغدوا سماحش تلقاهم حاضرين زاد رانا 35 هذيا هما بداوا من توا. هيك هذوكم الافريك، هذيك هي الافريك، لزافريكا فرحانين بينا، فرحين الاولاد خرجوا معناها الكل في شبابك، سلي موتيف على الاقل يمسوا شويه. بيان سور بيان سور، يبدلوا شويه جو، يخليهم يتفرهدوا شويه على خاطر انا ما كريت كيفاه. Parce qu'il nous a fait ça pour supporter la Tunisie. Vraiment, nous sommes vraiment fiers aujourd'hui. Parce que nous tous, c'est tous les Africains. Nous venons comme ça supporter la Tunisie. Nous venons comme ça supporter la Tunisie et accompagner notre frère que vous voyez là aujourd'hui. Alors, bonsoir. La Tunisie va 2-3-0. Parce que nous aimons la Tunisie. Nous sommes là pour la Tunisie.
Alors on allait arriver en finale, la Tunisie va arriver en finale. 3-0 Tunisie, de supporter la Tunisie? Parce que nous sommes tous des Africains et pour nous, nous sommes tous les idoles de la Tunisie. Ici, dans la ville de la Guinée équatoriale, à Péler et Bébéi, nous avons choisi cette équipe. Nous sommes des Camerounais, précisément d'abord des Camerounais de nature, d'origine. Et l'équipe préférée dans les Bébéi que nous avons vue, la meilleure des meilleures, c'est la Tunisie. Et parce qu'on a un idole des années de depuis des années, au nom de Santos. Santos. Et parmi nous, nous sommes les musulmans et on aime les pays islamiques et les pays maghrébien. Je suis le responsable de l'hôtel où est logé l'équipe de la Tunisie. Et je l'ai dit d'animer, mais tranquillement, sans faire le scandale, parce que ce n'est pas bon de faire le désordre. Ils supportent la Tunisie, nous aussi, on les supporte parce qu'ils sont chez nous, mais dans l'ordre. 7 ساعات قبل قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني التونسي الأجواء كما قاعدين نشاهدوا فيها جماهير كاميرونية جات خصيصا من ياوندي لتشجيع المنتخب الوطني التونسي هاكم قاعدين تشاهدوا في الأجواء. طبعا ما عندكمش فكرة على الجو اللي يعني كان في استوديو بعد هذا التقرير. حبينا نبدو على الكلام ونبدو على التشنج. أكيد الناس كل كانت تتفرج في المقابلة فما ضحكة. علي الكعبي كان على أعصابه برشا. خلينا نبدأ يعني مع علي. شفنا يعني التقرير ذاي حتى العكايشي معروف عند الجماهير الكاميرونية. فيكتوار عكايشي فيكتوار عكايشي سبحان الله من واحد بناك ومنسي إلى أساسي في المنتخب التونسي وجماهير كاميرونية تنادي فيكتوار عكايشي في هذه البطولة الأفريقية. عكايشي بصراحة فات حتى اسم تونس ده اللي جاء عكايشي راتراباج دخل ولا تيتيلير يعني من الحاجات اللي كنا نحكيهم فيهم في الكواليس مع الإخوان كلك شوز ديسكوتي برشا حاجات نقاط ديسكوتي فهمتني يعني نقولوا حمزة يونس كان موجود يعمل شرميتي إيش كان يعمل وقت الضرب صابر خليفة والروج يعني كانوا الأولويات كلهم هم خاطرهم موجودين مع الجروب من البداية الزيميناتوار وبعد كنت دنكو تلقى العكايشي تيتولير هذا مش يعني شكك في القيمة متاع العكايشي بالعكس العكايشي كان يكون موجود من قبل في 23 خاطر لالت كاليتي وعمل يعني بداية موسم ممتاز مع ترجي رغم ترجي تعدى في ظرف صعيب كان هو البيتور هو هداف الفريق نعتقد بالنسبة لل العكايشي وبالنسبة للفكتيف كامل متاعنا ثم برشا حاجات نحكيو فيهم تباعا اكيد احنا مش نحكيو فيهم بصراحة يعني مش معقول واحد تجيبه باراشوتي تلقى روحه تيتولير يعني ثم برشا حاجات فودير بالنسبة لمنصر زاد كيف حمد علي منصر اللي رغم صاحب الهدف ورغم صاحب شخصية كبيرة باش
كان في الموقع هذيك وسجل هدف هذاك، لكن ما كانش المردود نتاعو ممتاز. تقول لي علاش؟ خاطر ما كانش يلعب مرتاح في المكان المناسب نتاعو بالكاليتي نتاعو. يعني ثم برشا حاجات افوار بالنسبه للفورماسيون، بالنسبه للشوا نتاع المدرب، التغييرات كانت متاخره نوعا ما، يعني التكامل في وسط الميدان ما كانش موجود، في كاسيتي فكان الكره ما كانش موجود في اللازمه، وهذا يرجع يمكن للشوا نتاع المدرب ادسكوتي. ثم استابيليتي ريتها كان في الديفونس خويا عادل فهمتي، والجول باقي كل الاخرين تبدلوا قيمة بتاع 90% ابار شيخاوي، الناس كل شيء تغير في الفريق. انت والفكر نتاع الفكر المدرب الهجومي ما شتوش في الفريق. انت ساعات نحكيوش على الاوتوماتيزم ولا نحكيو على الفون دو جو، هذاك عاد حتى من الزيميناتوار اذا نحكي كان موجود في الزيميناتوار، كان الوقايه، كان النتائج الباهيه، ابارسا نقولوا كل صدق ما شفنا حد شيء. فتحت الباب للعديد من النقاط اللي سنثيرها في حلقه اليوم من خلال اداء المنتخب التونسي ونتيجه التعادل ضد الراس الاخضر. خلينا نبداو يعني سي جلال من خلال ربما الاختيارات الفنيه في مباراه اليوم. هل اخفق ليكنز في التعامل مع المقابله ام اصاب في نقاط معينه او في مواقف معينه او في فترات معينه من اللقاء، خاصه انه الشوط الثاني كان مختلف تماما على اداء المنتخب في الفتره الاولى من اللعب؟ الحقيقه هما فما لقطتين، لقطه اولى في المباراه في دقيقه واحد واللقطه الاخيره في المباراه يلخصوا اليوم مردود منتخبنا. اللقطه الاولى اللي نرمز بها هي لقطه الكره الثابته اللي جات المنتخب الكافير تقريبا في الدقيقه الاولى المباراه، وخاصه عدم تركيزنا على مستوى الكره الثابته هذه، هذا يعطي معناتها دليل واضح. ثم اللقطه الاخيره في المباراه تاع عادل رجيبي، كيف يضيع معناتها عمليه اللي كانت نجم تكون صاحبه الهدف الثاني، تلخص انه الفريق نتاعنا اولا دخوله في المباراه ما كانش بتركيز، ثانيا ربما التسرع اللي كان موجود في كل او في جل ردهات المباراه واللي شفناه دفاعيا وهجوميا كان يطغى على المباراه هذه، ثالثا الاليات بالنسبه للفريق ما كانتش موجوده. يعني ال 11 اللاعب اللي كانوا موجودين اليوم في المباراه شفناهم خاصه في الشوط الاول تقريبا تكتيكيا داخلين في وضعيه ما فهمناهاش على مستوى التموقع، وخاصه عدم التمركز واعاده التمركز، حيث شفنا في الاول على ظاهريا الفريق يلعب 4-2-3-1 بزوج لاعبي وسط ميدان دفاعي اللي هما سايحي وناطر، ومع الاشاره انه سايحي وناطر في بعض اللقطات او في جلها، وهذا حاجه غريبه داير نشوفوها، يتوجدوا تقريبا في نفس الخط، الوغ نعرفوا اللي ثوابت كون لاعبي وسط الميدان الدفاعي دائما يكونوا واحد متقدم وواحد متاخر بارابور الاخر. وحتى في لقطه هامه جدا وان كان ثم مخالفه ارتكبها معلول في الشوط الاول على ما اظن، يعني عمليه المخالفه كنا نشوفوا المعلول اللي هو اخر لاعب وتقريبا اول لاعب اللي هو العكايشي مسافه بيناتهم تقريبا 70 متر، تدل اللي الفريق نتاعنا اليوم ما كانش متعود انه يلعب مع بعضه. الأكيد أنه وجود منصر وموجود العكايشي كما كان يحكي سعلي لأول مرة على مستوى كأساسيين في تشكيلة المنتخب أعطى ربما المردود هذا اللي شفناه، ثم حتى وجود ناطر وسايحي في فرد وقت على مستوى وسط ميدان دفاعي خلى نقطة استفهام في البداية. لكن الوجه اللي وراه المنتخب في الشوط الثاني وخاصة لما وهذا راجع نوصلمو لإمكانيات منتخبنا لكن كذلك للتعب اللي ظهر على منتخب الكافير، حيث أصبح يدافع تقريبا 70% من الشوط الثاني، الشيء اللي خلانا ناخذ ثقة في نفسنا، وهذه نقطة الإشعاع اللي ربما نجموا نبنيوا عليها في المستقبل، هو كوننا بالإمكان بوجود لاعبين عندهم إمكانيات فنية معناتها محترمة كيما شيخاوي الخزري وكذلك منصر لما يلعب في المكان نتاعه، نجموا نصنع لعب ونخلقوا فرص اللي جابت عملية الهدف. لكن فريقنا اليوم فقد بكل صدق معناتها باش نكون ملخص، فقد الكتلة الجماعية على المستوى الدفاعي والهجومي، فقد هكا الطابع اللي يميز منتخبنا في تونس واللي هو أنه ندافعوا بعشرة ونهاجموا بطريقة سريعة ونغيروا نسق الهجمة حتى نبارد فرق المنافسة. إذا باش نمشيو بالطريقة اللي مشينا بها اليوم في الشوط الأول حذاري ونخاف أنه ما نجموش نكملوا بقية المشوار بربما رباط الجيش، خلينا نكونوا فاعلين نونسلمون في الدور الأول في الأدوار المتقدمة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. ونحب أنا قراءة خاطفة أيضا من نبيل الكوكي لأداء المنتخب التونسي اليوم.
والله بسم الله الرحمن الرحيم. معناها بنحبوا نحكيوا معناها سلوبلو معناها ريزولتا نيجاتيف بالنسبه لنا احنا، لانه باش نقعدوا نستناو لاخر جورني والبول هذايا نورمال باش تاخذ لاخر جورني الناس الكل. دونك في الاداء ثم فترتين، ثم الفتره الاولانيه شوط الاولاني اللي تقريبا برشا حاجات ما مشاوش ابار ديسبوزيتيف كنا موجودين سيفري كا دو تروا ان موجودين، هذا مش في بلاص مش في بلاص مش مشكل، ولكن ثم حاجات اللي هما من الخصائص نتاعنا هو البريسينغ اللي وقت نرجعوا البريسينغ ما كانش موجود، ما كناش اجريسيف في استيرام فيها فكناش برشا كور الترانزيسيون فير لوفونسيف معناها وقت نفكوا كور باش العملية التحول شفنا قداش مرة نفكوها، معناها اذا كان نحبوا نحن نقبلوا اللعب ونمشي لقدام لازم باس لونيه تمشي فير لافون باش بور كريي معناها سبيريتي نيميريك، اشاك فوا ناخذوا كوره نقصوها شفنا شيخاوي معناها ثم معناها باس فير لارير ولا اي واحد للساحي ولا اللي هو، دونك هنا كنا بطيئين جدا في معناها عمليه ترانزيسيون عمليه تحول من حاله الدفاعيه لحاله الهجوميه، دفاعيا ما كناش خايبين بريمير ميتون سي فري ولو انه جات فرصه الاثنين ومعقول جدا لانه الفريق المنافس نلعبوا له ماهوش فريق هين باش نبدا، شفناه من نابول خرج وخرج لولاني ومركة 9 بونتو من اعلى معناها المنتخبات اللي ماركيت في التصفيات لعدد الاهداف هذا، ولكن زاد قبل عنده دفاع زاد اللي يقبل معناها قابل 6 اهداف. حاجه اخرى زاد ثم النقطه اللي حكى عليها رضا كيف كيف لو دو دي ديفونسيف شفنا بريمير ميتون كانوا يديكروشيو في ظهرهم الزوز واقفين سور لا ميم ليني، وقت تاخذ سور لا ميم ليني الزوز وقت يديكروشي في ظهرك ياخذ الكره ويدور يلقى روحه مع الديفونس، دونك على ذاك خلقوا دوز اوكازيون كيف كيف معناها سي تقريبا معناها كوبي كولي كيما الفرصه الاولانيه كيما الفرصه الثانيه اللي جابوا فيها الفوات على ليني تاع 10 متر. هذه حاجه كيف كيف ثم برشا دي شي تكنيك في البريمير ميتون دي باس الادفيرسير برشا، دونك هذا اللي ما خلاناش بريمير ميتون عملنا وتعودنا تقريبا عندنا ثلاثه مقابلات الاخرانيين شفنا دوزيام ميتون اشاك فوا ديما دوزيام ميتون كونتر الجزائر عملنا دوزيام ميتون باهي رد فعل كانت في دوزيام ميتون كونتر السنغال كيف كيف تقريبا دوزيام ميتون ما كناش خايبين اليوم كيف كيف رد فعل كانت في دوزيام ميتون بكريكا رضا قال معناها دوزيام ميتون كنا خير على خاطر بيتيتر ثم رولاشمون فيزيك من ليكيب ادفيرس وهذه زاد نقطه تحسب لنا احنا بيتيتر فيزيك مو زاد اوني بيان اذا كان احنا دوزيام ميتون نص نضغط اوكي لانه 45 مينوت ولا 40 مينوت كنا نحن خير من الادفيرسير في الـ في الـ في الشوط الثاني هذا بريمير ميتون دوزيام ميتون ليجيرمون ميو خير مشينا لقدام لعبنا بروفوندور كنا اجريسيف خذينا برشا كور قصينا برشا كور ترانزيسيون كانت اكثر لعبنا بروفوندور نهيك وانه الهدف كان معناها باس من جميل الساحي في الانترفال معناها القدام دونك كنا نجم نسجلوا اكثر من هدف وجاتنا لوكازيون باش نسجلوا اكثر من هدف ولكن هذا كله باش يخلي معناها لاقين مشكل وقت نحن نلقاو كيب اون بلاس تستنى فينا مش نحن نستناو في الادفيرسير وقت ثم بلا كيب اون بلاس ونحن اون دوفي معناها فير لو جو لازمنا نعملوا لاتاك بلاسين نلقاو دي بروبليم لانه ثم موفمون بتيتر مش ناقصه ثم موفمون ناقصه في استيرام معناها بيرميتاسيون من اللاعبيه ثم بتيتر ديزيكيليبر لازم يصير ديكالاج من مشير افيك لي رونفيرسمون ما نعرفش ولكن ثم مشكل ديما وقت نلقاو كيب واقف في شرط راس تستنى فينا نلقاو مشكل سيرتو ليكيب هذيا تعرف معناها ايكيب ستين ايكيب دو كونتر ليكيب كافير عندها تقريبا جواريتها كل يلعب بروفيسيونيل سي فري ماهوش دي جرون كلوب ما عدا واحد اللي هو النجم نتاعها مانديز يلعب في الليل الباقي الكل يلعبوا في البرتغال تقريبا 80% او 70% من اللاعبين نتاعها يلعبوا في البرتغال اللاعبين نتاعها الكل يلعبوا ولكن ثم لاعبين قدام مهاريين عندهم لاعبين عندهم السرعه وعندهم المراوغات وهذوما معناها زوز اللي يقلقونا يقلقوا اي جمعيه وقت تبدا هي تلعب في الاتاك بلاسي وياخذوا الكره يعرفوا يعملوا كونتر اتاك وهذا اللي قلقنا وشفنا معناها جاتهم ليزوكازيون على يدهم. سي مختار اكيد عندك ما تقول على المنتخب التونسي وكنا نتفرجوا مع بعض ويعني كنت تتابع و تحط في بعض الملاحظات ربما تختلف مع هذه القراءات او توافقها خاصه لا. وانه فما شكون يقول لك انه فما على مستوى الخيارات الفنيه فما عنا ما نحكيه يعني على الخيارات الفنيه بالنسبه اللي كان في مباراه اليوم. برشا حاجات نتفقوا فيها كلنا والتوانسه الكل يتفقوا فيها حتى اللي مش مدربين يفهموها ويشوفوها تلاحظ. اول حاجه يعني احنا بدينا الماتش تري موفيز اون تان دو ماتش عملنا بدايه خايبه ياسر. 30 سكوند كرة على مع دال اول كرة هذيك نتاع ثلاث دقائق اللي ضرب الواقفة بالانتي وضربها الشيخاوي ضرب على البوتو ما عدا ذلك لو نيون وهنا يعني نحب قبل ان نواصل فما المقابلة تقسمت على اثنين وهذا واضح الشوط الاول غادي وغادي وغادي جدا والشوط الثاني متوسط من اللي تحمس بيت هذه الرداءة؟
الملاعبية الإطار الفني. شوف فما كل الأطراف مشاركة، المدرب والإطار الفني مشارك، ما فيش حد شك، خاطر ما ينجمش يكون الإطار الفني يشارك كان في الانتصار، يشارك في الانتصار وفي خيبة الأمل وفي الهزيمة، طرف الهزيمة وفي الانتصار، طرف كل واحد. أولا وقت نشوفوا وسط الميدان نتاعنا الأربعة اللي لعبوا اليوم أول ما يلعبوا مع بعضهم ساعة ذوما 3 سنين منصر وناطر دخلوا جدد بالنسبه على وسط الميدان، وهنا اللي شفنا يعني طريقه اللعب ما كانتش واضحه بالمره، وكان وسط الميدان نتاعنا احنا لا ماهوش مبدع، ما 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 ثقيل، ثقيل ما يشوفش، ما صنعش اللعب، ماهوش اجريسيف، كان كل النقاط السلبيه اللي تتواجد في فريق كانت موجوده اليوم خاصه في الشوط الاول. وانا نقول حاجه ما نعرفش يوافقوني الاخوان ولا ما يوافقونيش، احنا لو كان خرجنا 3-0 او 3-1 في الشوط الاول راح تكون النتيجه عادله جدا، لانهم خرجوا ثلاث ما لا يقل عن 3 مرات وجه لوجه مع البلبولي، ولولا بلبولي لكانت الطمه الكبرى اليوم. هذا مقابله كبيره، مقابله كبيره جدا. تحيه لي اليوم. دونك احنا كما يقولوها في الامتحان، واحد يدخل الامتحان بدون ما يدخل القسم للساله في الباك ويعطي ورقه بيضاء، اليوم اون كوبي بلانش اليوم احنا في الميتون الاول، ميتون الاول بالذات، لان انا نقول تفكروا البارح اش قلت وقت اللي قال عن 3 ايام ما ياخذوش الملعبيه، انا قلت جو مسي بوزي لا كيستيون، اذا كان 3 ايام ما ياخذوش يعني يقلق، هذا اش قلت البارح، تو انا نرجع لها الكلمه هذيك، نرجع لها، اذا كان شفناه في الحاله كان تم دو ماتش هذيك لا ديكونسونتراسيون توتال الدقيقه الاولى ميم با 50 سكوند كنا باش ناكلوا بونتو، جاهم بونتو ونفس الهفوه سي مختار صارت في مباراه الجزائر على كره ثابته، على كره ثابته يعني المهاجم واحد ثلاثه يعني ما نعرفش شو لاحظتوش، شارع الحبيب بورقيبه على الجهه اليسار منتخب تونس، شارع الحبيب بورقيبه اللي جاي يتعدى، اللي جاي يتعدى ولا حرك ساكن، مش لوكانز ما حركش ساكن يتفرج كيما احنا نتفرجوا قدام الشاشه هو يتفرج فيهم، وكانوا كانت تكون الطمه الكبرى لو كان يعني لا قدر الله والحمد لله اللي ما فاعتقد اللي الشوط الاول لابد ان ننساه، انا كنت نذكر الشوط الثاني تاع مصر ما تنحاش من المخيله نتاعي، الشوط الثاني تاع مصر هاك الاداء واللاعب التونسي الصحيح شفناه والاداء الصحيح شفناه، اليوم شفنا الشتاء والصيف. ممتاز، خلينا نقول نقطه هامه اثارها سي مختار على مستوى ربما قراءة المدرب الخصم لأداء المنتخب التونسي وعناصر المنتخب التونسي، وقت اللي يحكي لك على شارع حبيب بورقيب على الجهة اليسار يعني في إطار مزح طبعا، يعني كأنه زاد أيضا الفريق المنافس والمدرب المنتخب الخصم أصبح عنده منتخب كتاب مفتوح، يعرف نقاط ضعفه، يعرف نقاط السلبية متاعه وركز عليها وعملنا برشا مشاكل اليوم. صحيح ولا صحيح؟ واضح انه المنتخب الكافير كان دارس مليح نقاط قوه نقاط ضعف المنتخب التونسي. البارح تكلمت انا على الفريق الراس الاخضر وبرشا لاموا عليا قالوا سمير السليمي يتكلم على المنافس اكثر من يتكلم على تونس. بطبيعه الحال هنا الخيان كلهم مدربين ويعرفوا، لازم تعرف منافسك وتعرف نقاط قوته وتعرف نقاط ضعفه باش تعرف تتعامل معاه وتعرف تختار التشكيل الاساسي نتاعك. هذه النقطه الاولى المهمه. النقطه الثانيه لو تلاحظوا الباركور نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا من اللي خذا اللي كان توا، وقتاش ياخذ اللعب، وقتاش يلعب مليح المنتخب التونسي، وقت اللي يلقى الاسباس، وقت اللي يلقى المساحات، اون فوا قا بلوك قدامه ما ينجمش يلعب كوره، التون فورم تاع ليكيب ناسيونال سواء مع مصر ولا مع السنغال ولا مع غيره، الكل وقت اللي تونس تلعب مليح، وقت اللي الادفرسير يهاجمها هي تحاول تلعب بالكونتر وتحاول تستغل المساحات هذوكم. النقطة الثالثة اللي باش ندخل فيها في صميم الموضوع هو اختيار التشكيل الاساسي للمنتخب التونسي، التشكيل الكل، سي مختار قال وسط الملعب أول مرة يلعبوا مع بعضهم. الفريق الكل اول مره يلعب مع بعضه، معناها كي نجي نشوف من الحارس المرمى للمهاجم هذه اول بروفه للمنتخب التونسي يلعب مع بعضه في مباراه رسميه افتتاح كاس افريقيا، وهذا مهم برشا. اثنين قدامك منافس محترم، المنافس هذا ايش عمل؟ جاء عمل بلوك نتاع 10 ملاعبيه في منطقه معينه وحاول انه يفتك الكوره باكثر عدد ممكن من الملاعبيه، ثم يحاول يهاجم باكثر عدد داخل من الملاعبيه، ثم اخترنا هجاخر. 20 دقيقه الاولى هاجم على اليسار، شد معلول في
سامحوني في الكوتي بتاع معلول لعب 20 دقيقه على معلول ثم غير ما عادش ليه معلول دور المثلوثي في اخر 20 دقيقه 25 دقيقه لعب في الشوط الاولاني. اذا هناك كان مشكل كبير. ثم حامل الكره في المنتخب التونسي ما قاش حلول. هذاك علاش تكلمنا على الشيخاوي قلنا كل ما ياخذ الشيخاوي الكره الا ويرجع التالي. اذا الحلول القدامى فماش. علاش؟ لانه البلوك كان موجود. تكلموا الاخيه يعني اش قالوا؟ قالوا المنتخب التونسي في الشوط الثاني تحسن اداؤه. علاش تحسن اداء المنتخب التونسي؟ لانه تراجع البدني المنتخب المنافس وبدقيقه تقريبا 57 58 يعني هنا فماش ميريت للكيب ناسيونال؟ لا لا فما حتى ميريت للكيب ناسيونال، فما منافس قدامنا لعب بطريقه بدنيه قلقته، لعب ساعه كامله قلقنا، ثم لما انهار المنتخب الراس الاخضر على المستوى البدني قال المنتخب التونسي شويه متنفس باش يلعب الكوره. يوريك نسبه اخفاق المنتخب التونسي في الشوط الاول 13 كوره للمنافس، 13 الكرة للمنافس سواء في الهجوم ولا في الوسط ولا في الدفاع. وقت اللي ملاعب يعطي كرة واثنين وثلاثة واربعة للمنافس سيكون فما مشكل بتاع تمركز ومشكل بتاع حلول بالنسبة إلى الملاعبية حامل الكرة. سي مختار قبيلة تكلم وقال 3-1 أنا نشاطوا الراي في الشوط الأولاني كنا نخسروا 3-1 ونخرجوا فرحانين. علاش أنا توا بعد الماتش بديت نخمم في المقابلة راجع فيها نقول أنه الحمد لله أنه خرجنا بواحد واحد، خاصة أنه المباراة الأولى كذلك وفات 1-1. اذا جوله تسمى ما تلعبتش وباش نبداو نلعبوا ابارتير من الجوله القادمه. اخيرا ليكانس عنده خيارات بصراحه، خيارات كانت خاطئه جدا. سيد علي تكلم قبيله على الملاعب اللي يدخل، انت كي يبدا عندك اصابه عندك 23 ملاعب تختار منهم، ما تختارش ملاعبي جبته في اخر وقت مع احترامي الشديد للعكايش والرجيبي، ولكن كان عندك المجال انك تختار من المجموعه اللي عندك انت، ولا تعيط العكايشي من الاول احترامي ليه ويكون هو موجود. اذا هناك فما تذبذب، هناك فما عدم رؤيه واضحه بالنسبه للمدرب ولمساعديه، وعلينا ان نتدارك ذلك. اليوم الحمد لله جات سلامات بدعوات التوانسه الكل. باهي الحمد لله. بما انه نحكيو على التوانسه الكل نمشيو لتفاعلات الساده المشاهدين مع امل الحداد. اكيد شو الناس غاضبه، ناس فرحانه، ناس يعني اكيد التفاعل كبير، لكن كنا نتمنوا انه نربحوا اليوم. صحيح ما نجموش ما نتمنوش اكثر من الربح هو اليوم، وبرشا حملوا المسؤوليه على المدرب ليكانز، مسؤوليه التعادل اليوم. منيب بن يمنى يقول مش معقول المنتخب واقف وليكانز يتفرج وما يعمل حتى شونجمون كان في الدقيقه 80. وسيم الولهازي يرى اخطاء تكتيكيه بالجمله من المدرب وبعض اللاعبين اللي ما كانوش في نهارهم كيما الشيخاوي وتغييرات متأخرة وخاطئة. دوزيام ميتون المردود كان خير، وما ننسيوش نتيجة زادة بين زامبيا والكونغو تعادل. كيف كيف سامي بن سعيد يقول لابد من محو عقلية الدفاع لأنه يعطي ثقة المنافسة للعب الهجوم، وبالطريقة هذه النجم نقبل أهداف. يوسف موسى يقول والله كان نروحوا من توا خير بأقل فضايح. مالوغوزمون الجرينتا ما خرجتش كما يلزم في غينيا الاستوائية اليوم، لكن الجمهور اللي شجع في نصور قرطاج خرجوا لجرينتا كما يلزم وصوروا رواحهم كما حكينا البارح، وهبطوا الفيديو نتاعهم على www.grinta.tn/anibaltv. الليله باش نختاروا بين 3 فيديو اللي باش تفرجوا فيهم. نجم يربح مول الفيديو يربح 500 دينار كاش من قناه حنبال، وانت زاده تحب تربح 500 دينار صوت للفيديو اللي تراها اللي تعجبك وتنجم تربح 500 دينار. اذا ترى جرينتا واحد N1، جرينتا 2 N2، وجرينتا 3 N3، تبعث اس ام اس على 85030 اختار فيديو من هذوما. الشباك حتى انه ما خطرتش على باله من البداية حتى النهاية. التونسي المساك يخدم اجمل حكاية وعلى رواية. يا سلام يا سلام على المساك الفنان مع بن شريفي المغوار مع المساك الفنان.
صوت الجرينتا اللي عجبتك وابعث ان ان للجرينتا 1 ان 2 للجرينتا 2 ولا ان 3 للجرينتا 3 على رقم الاس ام اس 85030 واربح 500 دينار كاش. يبقى الأمل كبير وتبقى الثقة كبيرة في المنتخب الوطني التونسي. أكيد هي مباراة كرة قدم فيها الهزيمة وفيها التعادل وفيها الانتصار. كنا نتمنى الانتصار لكن ما كل ما يتمناه المرء يناله. الجمهور الرياضي ينتظر والجمهور الرياضي يعلق الأمال على النسور وبش يواصلوا أكيد دعمهم لنسور قرطاج إلى الآخر. سنواصل الحديث عن المباراة الحدث باعتبار وأن أول مباراة في هذه الكأس بالنسبة لنسور قرطاج وسنتحدث على كل الخفايا وكواليس المنتخب قبل هذه المواجهة وأثناءها وبعدها لكن نتوقف قليلا الآن مع فاصل إشهادي ثم نعود. كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. كارفور المساند الرسمي للنسور. توا نوصيك على حاجه واحده، دفع بالقليب، دفع بالروح والدم على تونس، على النجمه والهلال اللي في المليون. العب العب بقوه كل تونسي فينا، بقوه 11 مليون صوت خارج من القلب. في اللحظه الحاسمه ما يوقفك شيء، أعطي اللي عندك الكل. قدام الجول ما يهمكش في المنافس، حاجة واحدة بين عينيك، تونس. تونس اللي تكبر محبتها في قلوبنا مع كل نبضة. اليوم ألعب على خاطر الدراب وأرفع راية البلاد الفوق، ألعب على خاطر الناس العزاز عليك، على خاطر خوك، على خاطر صاحبك، على خاطر تراب أجدادنا العزيز، على خاطر بلادنا تونس ديما في القلب. اتصالات تونس، المستقبل يناديلنا. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن ونتحدث عن مباراة تونس والرأس الأخضر واختيارات المدرب ليكانز وربما الأخطاء اللي وقع فيها في قراءته للمنافس، في اختياره للاعبين، في اختياره للرسم التكتيكي. ونحب نسأل هنا سي مختار، يعني في دقيقة 87 من المباراة وقت اللي كنا نحاول نهاجم ونحاول نرجع على أساس أن كنا متقدمين، يقوم المدرب ليكانز بتغيير من خلال خروج الساحي اللي عنده النزعة الهجومية ودخول حسين الراقد، وكأنه أو كأن به يحب ينهي المباراة بالتعادل أو راضي بالتعادل. هو شوف يعني ظهر على المدرب فما شوية انفمون، فما شوية تشتيت في إلى كفوية اليوم في المقابلة، إلى كفوية يعني حاجات اللي مش متعود يعملهم. مثلا حب قبل نوصل للشانجمون هذا نقول لك علاش حب يفرض ملعبية في بقايا معينة اللي مش بقاياهم. حكينا على قبيلك على منصر. منصر طول عمره يلعب وراء المهاجمين وطول عمره جاب النتائج والأهداف الحاسمة في البقعة اللي هو فيها كنميرو ديس نفيدمي. منصر منصر. ايه. منصر 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 ايه ف زدت التيم عندك وقت حطيناه على حطوا زد دعمته وانا نحبوا الوليد هذاك نحبوا الوليد هذاك الحق حطوا جنبه صحيح تقول هاو ماكا بونتو في حتى انا ماكي بونتو هو كما هذيك جاتني سما بلاتو نحطها هنا ان شاء الله في مو نظام وين انتهينا 15 يوم نحطها في الشبكه يعني يعني بالنسبه لو كان جاء في بقعته الحقانيه وداير وين خلي بقعته الحقانيه شفنا لي تير خرجوا لو سول داير كي اتيري اكثر من لاعبين كلهم بوين فوا يعني بوين لا بومييير فوا يلعب في المنتخب هذا
يعني هو يحب المدرب يعمل لو سيستيم دو جو alors que le système de jeu ce sont les joueurs qui font le système de jeu عرفت انت وفقوني ولا لا sont les joueurs حسب الديسپونيبيليتي حسب لا كاليتي دي جوار اللي عندك تلعب وتحط احنا باه اون فهمنا لا بارونتيز احنا شنو هو سي مختار احنا المدرب انا ربكم الاعلى انا نعمل اللي نحب انا ونقدر اللي نحب انا وانتوا تفرجوا وتسكتوا يا اخي بالك شي عادي كان الامكانيات اللي عنده على المستوى البشري على مستوى الاختيارات عنده امكانيات باش يحط منتصر في بقعته ويحط واحد اخر في بقعه اللي خارج بلا نحب نسال سؤال تو اللي ضربوا الاثنين ضربوا بن يوسف وصابر كي خرجوا الانسان العاقل مخه اللي خم عنده تركيز 1% يقول خرجوا هذوما الاثنين نجيب هذوما الاثنين هاهم كيفهم اللي كانوا معاهم في المجموعة كما قال علي يعني في نفس المجموعة كانوا واجدين وكانوا يلعبوا معاهم هذوما يعني حمزة وشرميتي هذوما يجبوا معاهم إذا كان بعد ما ضربوا الملعبية هذوما الاثنين وما خذوش دقيقة لعب وقتاش باش يلعبوا إذن الاختيار من أوله غلط فالتغيير اللي عملوا التغيير يحب يقعد في الماتش نيل الوغ كو هذه الفترة هذيك بعد ما جاتنا البلانتي جدنا ضربة الجزاء جات الفترة بتاع تونس ضيع الشيخاوي فرصة ضيع معلول الباس بتاع معلول منصر سجل بها الهدف يعني سجلنا يعني عملنا برشا هجمات اللي جبنا فيهم الخطر هو وقتها سيدنا ظهروا باش يخرج اللي قاعد اللي خرج الباس بتاع البونتو السايحي يخرجوا باش يحط ان ريكوبيراتور اون سنتينيل باش يفك الكره علاش باش نقعدوا ماتش نول انت بتكون يساعدوا احنا ما ساعدناش ماتش انت بتكون انا بعد باش نرجع مباشره مع سي علي وما نعرفش انا وكان تركزوا معاه سي علي معناه غاضب اليوم على المنتخب التونسي ومش قابل للنتيجه على اعصابه ومنرفز بالفعل يعني كنا معنا حابين نربحوا لكن اليوم سي علي شنو حكايتك شنو حكايتي؟ معناها لحد معناها نحس بمرارة يعني التعادل يعني كل التعادل في طعم الهزيمة لكن خلينا متفائلين يعني لا متفائلين بطبيعة الحال أنا متفائل ويمكن شوية على أعصابي خاطر نتفرج ديما في ماني كنت ندرب وهلا حتى وليت مسؤول في الجماعة ديما شوية على أعصابي بالعكس توا السي مختار حطنا في الـ في الـ في الـ في السحن وحطنا في البلاتون تاع جو باهي ومتفائلين خاطر المنتخب التونسي من نقطة إيجابية كمل خير من اللي بدا وهذا ستريز امبورطون لكن قبيليك باش نجاوب برك سمير اللي الفريق المنافس عمل ريكسيون باهيه بعد ما قبل الهدف ستريز امبورطون سي فري اللي فيزيكمون نقص شويه لكن رد فعل كبير عمل ريبلي ورجع وسجل هدف سي فري على فوت نتاع ولدنا لكن انا نحب نسال حاجه بعيد حتى على الماتش نقول الفريق نتاعنا في بيريود دو كونستركسيون ولا تاع تكوين عكس الفريق نتاع الكاب فيرد سي علي انا الكلمه هذه سي علي برشا ناس ما تحبهاش احنا برشا نحكيو على التكوين وقداش نحكيو على التكوين وعلى البناء ومرينا حتى بناء ومرينا حتى لا تكوين لا خلينا نكمل انا فكرتي فضل وبعديك تنجم عكس الكاب فيرد اللي براتيكمون في بيريود دو كونفيرماسيون لازم نقولوها خاطر الفريق تحسن وتعدى في مع بول هذه ثاني مشاركه ليه في كاس افريقيا وصل في المسابقه الفارطه الى الدوره بالنسبه للفريق التونسي علاش قلت في التكوين خاطر المدرب جاء عنده 6 ماتشات رسميه واليوم 7 ماتش رسمي نتاعو مع المنتخب فهمنا انا نحب نسال حاجه واحده الترافاي كوتيديان في الجمعيه نتاع المنتخب فين الترافاي كوتيديان باش تحسن الجمعيه يلزم الحاجه ستابيليتي استقرار في التشكيله استقرار في الافكار المدرب فهمنا ويدخل اون بلوس ويعرف المدربين الخدمه وكرة لاسمان شخدمنا باش حسنا الاوتوماتيزم والفون دو جو شفت شو انت ترانكولاسيون على اليمين ولا كليشي تكتيك نحكي الفاز اوفونسيف على اليسار ولا في الوسط دي ترانكولاسيون ريناش باه ندخل الاستراتيجي دي بالاريتي هما بيدهم الحرزي ولا الحرزي خزري بول كره ليفتي حطها في الفيلي ما ريناش دي فارياسيون او نيفو دو فون دو جو او نيفو دو استراتيجي في الخدمه كامله ما ثماش تحسن علاش قلت تكوين خاطر في بلاصه تكوين ترى حاجه وترى بصمه نتاع مدرب من اللي بدينا ما ريناش بصمه نتاع مدرب في المنتخب من جميع النواحي يكون دفاعيا قداش نقعدوا ندافعوا وفريقنا باهي ويحب السباس كما قال سمير وقال نبيل توا
ما يلزمنا زادة نحن باش يكون عندنا طابع لعب متاعنا وعندنا جمعيتنا اللي تمشي وتوجع. خاطر فيجيك حالات تبدا خاسر وبليجي باش تعمل اللعب. اللور لا لهنا هذا انا نعتقد مدرب مازال يمكن ما عرفش الجروب بالكدا مدرب مازال في مرحله نتاع تكوين. كلام هام جدا قلته سي علي واكيد باش نرجع له بعد ما نشاهد هذا التقرير حول جماهير تونس، جماهير المنتخب التونسي او الجاليه التونسيه في غينيا الاستوائيه، كيف استعدت الحدث وكيف تفاعلت مع وجود المنتخب التونسي في هذا البلد. تونس تربح وانا نتكهن ان تونس تربح 2-1. من امتيازات الكره انها تلم الناس وتوحد تونس كامله، تو تونس كلها من تطاوين المنظر كلها ورا تونس، ان شاء الله مربوح. في بليزيغ نتلموا وان شاء الله تونس تربح. حتى الدربوكة ان شاء الله حظ سعيد فريق الوطن التونسي وان شاء الله ينورونا في الماتش اليوم يا رب. حظ موفق وان شاء الله مربوح علينا ولاخواتنا في الجزائر ان شاء الله غدوه. عملت دريبكي قبل؟ محسوب اي. دكتور جراح معناها ما شاء الله. ان شاء الله مربوحه ان شاء الله ما ان شاء الله ما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناها ياخذونا بخاطرنا. روحك نهار دربك في الفيراج جامي. بإذن الله احنا جينا على بعض 300 كيلومتر جس باش نشوفوا تونس ونشوفوا عالم تونس وان شاء الله مربوحه على تونس. نحن مقسمين باتا ملابو منقومو ديبيين، الحمد لله تلمينا الناس الكل هنا وان شاء الله تونس تربح. ان شاء الله ملابو جينا من ملابو جينا طياره و 300 كيلومتر جينا نشجعوا تونس وجبنا اصغر مشجع على هنا اللي هي داليا ان شاء الله تكون وجهه اخيره على تونس وعلى الكيب ناسيونال. تحب تروح تونس؟ لا لا كي تشوف الكيب ناسيونال ان شاء الله تتفاعل معها. بطبيعة تحية للجالية التونسية في غينيا الاستوائية وأينما كانت الجالية التونسية التي تتابع المنتخب الرضال فيه موش محسوب مع الجالية التونسية في غينيا، فكر ربما حاول بطريقته أن يكون متواجد حتى يتفاعل مع الجالية ويتفاعل مع الجماهير، وإن شاء الله على كل حال الجماهير التونسية تكون خلينا نقول فرحانة بالمنتخب تاع كرة القدم مثل ما هو الحال لمنتخب كرة اليد، إن شاء الله غدوة يستعيد عفويته وعفوي ونشاطه وتميزه حتى ندخلوا فرحة إلى شعب مهووس بكرة القدم. وشوف الكرة والرياضة هي اللي تلمنا بعد ما فرقتنا سياسة. سمير يعني سؤال على الطائر، قال سيد علي منذ قليل أنه المنتخب التونسي في طور البناء وفي طور التكوين والكلام هذا سمعناه في العديد من المناسبات، هل أنك توافق هذا الرأي بخصوص التكوين والبناء اللي مر به المنتخب التونسي خاصة أنه أجيال عديدة مرت بهذا المنتخب
وكنا نسمع في نفس الأسطوانة. بطبيعة الحال المنتخب في حاجة إلى وقت باش يتكون وباش يولي أقوى وباش يحسن وباش يصلح الأخطاء متاعه، وهذا طبيعي. ولكن احنا المنتخب التونسي فرحنا من خلال التصفيات بصراحة، وقت اللي جينا في مجموعة صعيبة فيها السنغال وما أدراك ما السنغال، فيها المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في حصول على كأس أفريقيا، قلنا احنا حظوظنا ربما تكون ضعيفة شوية. ولكن وقت اللي تصدر المنتخب التونسي المجموعة هذه وكان الأولاني وتأهل عن جدارة واستحقاق، التونسي ولا يحلم، التونسي ولا يحب على قال يوصل نصف النهائي، التونسي ولا يرى في المنتخب نتاعو منتخب قوي ومنتخب باهي. اذا هذه كلها خلت التوانسه نحلموا مع المنتخب ونراو ان المنتخب نتاعنا منتخب قادر انه بالاسلوب لعب به بالامكانيات لعب بها بالدفاع بالمرتدات ينجم يوصل ويمشي لبعيد. فبالتالي من حقنا ان نحلموا نوعا ما. ولكن الحقيقه حقيقه اخرى، انه المنتخب التونسي توم عليه كان تقريبا 10 مباريات، في العشر مباريات هذوما كل المنتخبات جات عندها فرص اكثر منا، كل المنتخبات هذه سيطرت علينا سواء في تونس ولا برا، المنتخب المصري في مصر لعب خير منا. في الشوط الاولاني احنا لعبنا على بالمرتدات وفرص نتاعو كانت اخطر منا، في تونس هنا لعب خير منا كذلك وكانت فرص نتاعو اكثر منا. السنغال تقريبا في مباراه مصر من عشر حسب من الشوط واحد انه لعبنا الشوط الاول شوط ممتاز والشوط الثاني ممتاز في تونس في السنغال كنا نخسر 3-4 في السنغال، وفي تونس هنا كنا نخسر 94 دقيقه باش سجلنا، يعني فما حظ مشى معانا. هذا كله غطى بعض النقائص المنتخب التونسي وخلينا متاهلين وخلينا الاولانيين وخلينا نغزل المنتخب بعين كبيره. ولكن اليوم حقيقه اخرى، حقيقه انه كافير المنتخب هذايا اللي كان 10 سنين تالي مش معروف على مستوى القاره الافريقيه والكرويه اليوم ولا يلعب ويقال على المنتخب يلعب خير منه وكان يمكن ينتصر عليه. اذا فما حقائق على مستوى اختيار استراتيجيه، يتكلم سي مختار وسيد علي وجماعه على استراتيجيه مدرب، هذا كله كلام صحيح. يعني في اختيار التشكيل يلزمك تقرا حسابك لكل كبيره وصغيره على مستواك انت كفريق قومي وعلى مستوى المنافس، شكون المنافس، شنو نقاط قوته، شنو نقاط ضعفه، كيفاش يلعب المنافس هذايا، لعاب كره يحب الكره يلعب كره القصيره، المنافس هذا ما يعطيكش المساحات. اذا في اختيار التشكيل يلزمك تعرف تختار اللاعب بلاعب. مثلا على مستوى ناطل وعلى مستوى الساحي، سنين اللاعبيه بنفس الامكانيات تقريبا بنفس الخصائص، يعني ملاعبيه يعرفوا يلعبوا كره وملاعبيه يحبوا يمشوا لقدام لكن ما يفكوش الكره. اذا يلزم يكون واحد منهم موجود وراقد يكون موجود، هكاك تلقى التوازن وتلقى على الاقل فما ملاعب في نص ملعب يحمي لك الدفاع نتاعك اللي كان مخترق سواء في الشوط الاولاني بثلاثه اربع كور في العمق، سواء في الشوط الثاني الكرات اللي تلعبت على الأطراف. نقطة أخيرة، ضربة جزاء في الشوط الأولاني كرة في العمق معلول يداخل على الخط تقريبا كان يمكن الربيت اللي باش يزفرها اي ولا لا، هذيك امور اخرى. ما نعاودش نعمل نفس الخطا في الشوط الثاني وصيام بن يوسف يقوم بنفس الخطا هذا، لان الكره كانت ميته في زاويه صعيبه. هنا خبره لاعب الملاعبي هذا عنده برشا خبره، ما يتدخلش بالطريقه المتهوره هذيك ويعطيهم ضربه جزاء. اذا كوميون نتاع اخطاء خلى المنتخب يتعادل في اللقاء هذا اللي يقول منع منه سلامات الحمد لله. ولكن المستقبل مازال قدامنا، فما مقابله جايزه نحضروها كما يلزم. الاخطاء هذه المدرب يقرا حسابه لها، راى تو المنافسين الكل، شاف الكونغو، شاف زامبيا، اليوم لعب مع كافير، عنده رؤيه واضحه. اذا غدوه في المقابلات الجايه يلزم المدرب يعرف يختار التشكيل، والاخطاء اللي قام بهم اليوم ما يلزمش يعاودهم، لان التوانسه ما يتسامحوش معاه. احنا اليوم كنا مش نفرحوا باللقاء اذا كان ربحنا، كنا عاملين باش نعملوا جو كبير ياسر، فما خيبه امل ومراره من الداخل. ولكن ديما عندنا امل انه التونسي او المنتخب التونسي قادر باش ما يخيبناش وباش يجيب لنا على الاقل التاهل للدور الثاني. ما دمت تتحدث عن الامل سمير، ساعود مره اخرى الى امل الحداد. هل هناك امل وهل هناك تفاؤل لدى الجماهير التونسيه بعد مباراه اليوم؟ الحقيقه ما فماش برشا تفاؤل. منيب بن يمنى يقول مش معقول المنتخب واقف ولي 15 ما يعمل حتى شونجمون. الا الجمهور بالمرصاد يا سي مختار، الكل كبيره وصغيره في سويعه كان. وسيم البولهيزي يسالك يا سي مختار شنو رايك اليوم في المساكني بعد ما قلت البارح ما عندوش بلاصه؟ ما عندوش بلاصه حتى اليوم ما عندوش بلاصه. ما تبدلش رايك؟ لا بس دعب 9 دقائق. ضرب الضربات، عمل ضربات خفيفه هكا وفي الماتش. احمد خضر يتسائل على تغييرات لي 15 ويسالكم ما تراوش بلاصه الفرجاني واضحه واحسن لاعب في الماتش اليوم حسب رايه بتبيعه منصر اللي راه باش يكون مفاجاه في الكان. حاتم الغرزلي يقول المنتخب اليوم كان مختل التوازن تكتيكيا، تشكيله غير مفهومه، دفاع كارثي، وسط غير متوازن، حتى مهاجم راس حربه ما تمركزش داخل منطقه الجزاء. ان شاء الله يا ربي المقابلات الجايين منتخبنا يقدم المردود
الحدود المطلوب. وانت اذا تحب تربح 500 دينار صوت الفيديو اللي تراها احسن واحدة حسب رايك تربح 500 دينار والفيديو مولاها يربح 500 دينار. ابعث SMS على 85030 جرينتا 1 ان 1 جرينتا 2 ان 2 جرينتا 3 ان 3 على www.grinta.tn/anibaltv. شباك حتى انه ما خطرتش على باله من البدايه حتى النهايه التونسي المساكن يخدم اجمل حكايه واحلى روايه. يا سلام يا سلام على المساكن الفنان مع بن شريفين المغوار مع المساكن الفنان. صوت الجرينتا اللي عجبتك وابعت ان ان للجرينتا 1 ان 2 للجرينتا 2 ولا ان 3 للجرينتا 3 على رقم الاس ام اس 85030 واربح 500 دينار كاش. ننطلق الان مع النقاط الخارجيه ونحلق اينما يوجد ايمن نباوي. ايمن اهلا وسهلا بك لك الخط. عادل مرحبا بكم ومرحبا بالساده المشاهدين. نحن موجودين في اللاك بالتحديد مع لاعبين النادي الافريقي اللي كانوا يتفرجوا في الماتش. لاعبين النادي الافريقي اللي منهم كنا نتوقعوا باش يكون في المنتخب وما كانش تجاني بالعيد نادر الغندري ايضا هشام بالقروي اللي كذلك باش نحكيوا معاه على المنتخب الجزائري. ها معنا اول واحد باش نبداو معاه تجاني اليوم كيفاش ريت الماتش انت؟ خلينا نبداو اول واحد مع نادر الغندري ديجا. نبداو مع نادر. انت كيفاش اليوم تقيم مردود المنتخب؟ والله اليوم بروغرام ميتون اون ا في ان بروغرام ميتون ان بو ديفيسيل اون ا با يو ديز اكسيون فرانش نو زي ميتون سي ان بو بلوس كونسنتري ديريكتومون اون ا يو كيلكوز اكسيون فرانش اون ا سوبوزي لو جو اون ا سوبوزي لو جو اي اون ا افيك جامال صايح الى مين الى مين بيل باس اون ا كون اون ا سو ماركي ان بوت اي ما Et maintenant, on a concédé un but sur une erreur défensive. Et maintenant, prochain match, Inch'Allah, il faudra gagner impérativement contre la Zambie et le Congo, Inch'Allah. Franchement, je sais pas. Allah, je sais pas. Tu es génial, je t'adhaque, Inch'Allah. لا كيما قلت لك معناتها سي ان ماتش معناتها ديفيسيل سي بخومي ماتش معناتها دي كاليفيكاسيون سي توجور ديفيسيل لو كاب فيغ معناتها بور ما بار ils ont eu plus d'occasions que la Tunisie معناتها son habitude elle a été solide défensivement s'est pas procuré beaucoup d'occasions elle a été dangereuse معناتها sur les coups de pied arrêtés on marque un beau but معناتها avec un bon mouvement de Ali Maloul avec une bonne passe de Jamel mais bon globalement la Tunisie معناتها elle était à son image معناتها elle a été solide défensivement elle a joué ses cartes à fond sur les coups de pied arrêtés et Mais bon, c'est un résultat un partout. Hein. C'est mieux de faire un partout que de perdre. Maintenant, il reste deux matchs. Hein. Ça va être des matchs durs et difficiles. Il va falloir gagner le prochain match, c'est important. Je suis venu à la chef et au Rostal Maïden, Guillaume Tijani. Là, il y a des choses positives. Les choses négatives, non, j'ai vu des choses positives et je parle que des choses positives à KO. Je suis venu à la chef et au Rostal Maïden, Guillaume Tijani. Je suis venu à la deuxième tour. Gagner tout simplement, il n'y a pas de secret, il faut faire tout pour gagner. Hata tu marques avec un coup de pied arrêté, avec ce que tu veux. L'essentiel, le plus important, c'est de gagner. عادل ايضا معنا المانجير نتاع الجويرات اللي هو ذكر الواتي مانجير هشام بالقروي ومانجير برشا ملاعبيه في النادي الافريقي. هشام ذاكر اليوم شفنا بالنسبه اليوم المنتخب كان قريب من الانتصار في الاخر ظهر لي بكل ضيعنا انتصار كنا قريب منه برشا صحيح في قاعدين نتفرجوا داير قاعد نتفرج مع الولاد قلت لهم بوتو قاعد يسخن على خاطر دي مينوت حطيناهم في الكون تاعهم
والثمره نتاع دي مينوت تمرك البونتو. وقت البونتو رايي انا الخاص حتى ما تصورتش باش الخاز اللي يخرج خاطر الشيخاوي تحسه تعب والخاز اللي قعدت ربع ساعه قوته في البلاريتي ومش خايف في التيران كان نجم نستغلوا سورتو في البلاريتي الاخرى. محل العكيشي نورمالمون زاد ما يخرج خاطر شد اللاك سنترال ويدخل رجايبي نجم يلعب على الكولوار. نورمالمون باللوجيك عندهم الاكسبيريونس التالي 1-0 باش توخر الناس كل التالي. كنا نجموا نقولوا خير من هكا لعبنا مليح كره لوطه. ماتش باش نذكروه في الاخر هذا نسحقوا الماتش اكثر من زوز ماتشات الاخرين. هشام انت اكيد شجعت المنتخب الوطني التونسي اليوم. بيان سير بليس اني فون تونيزي لازم نشجع المنتخب التونسي. كما يقول لك اليوم المنتخب التونسي راطا 3 بوان اللي كانوا كما يقول لك يحتاجهم بليتار باسكو الكوب دافريك ما يتعاودوش الماتشات تاعهم لازم تربح باش تتعدل الدوزيام تور. جامري بيان ان شاء الله الدوزيام ماتش باش يكونوا بيان ويربحوا الماتش الاخر ان شاء الله برب. انت كديفونسير شنو وريت الاخطاء اللي ارتكبها المنتخب اليوم في نقولوا في الدفاع في وسط الميدان وين النقطه اللي ما مشاتش بالضبط؟ بون لعبوا مليح الاخر وكما يقول لك عندهم دي بون جوار ديفونسيفمون وجامري بيان باش يزيدوا يحسنوا المردود في الدوزيام ماتش ان شاء الله يا رب. نقولوا ان شاء الله المنتخب الجزائري غدوه انتصر لازم كلمه على المنتخب الجزائري. بون بيان سير المنتخب الجزائري ان شاء الله بربي باش يعدي ماتش بيان ان شاء الله بربي وان شاء الله لا فيكتوار ان شاء الله بوكو با. عادل ايضا معنا مانجير تاع حسين ناطر ايضا باش تحكيوا معاه على مردود حسين ناطر ومردود وسط الميدان بصفه عامه اليوم. كيفاش ابراهيم اليوم ريت انت مردود حسين ناطر؟ بون عجبني بيرسونيلمون من بعد الى ايتي ايغال ا لوي ميم يعني شد الوسط الميدان مع جمال السايحي الى جوي افيك سي كاليتي. بون من بعد بارابور ا ليكيب دو تونيزي نعرفوها ماهيش ايكيب قاعده تلعب في لعب اوفنسيف دونك تلعب ضد السنغال مصر ولا كابفير كيف كيف ديما نستناو في لي بالاريتي في لي كورنير في لي كوفرون. وبالنسبه لي انا سي با سي ايكيب كيما تونس بالجوارات اللي عندها تونس نورمالمون يلزمها تخوف لو كابفير. اجوردي رينا تونس خايف من الكابفير تستنى في كوفرون في حكايه مي سي با سي سي با سي. حتى كان شفنا البارح دي زيكيب كيما الغابون ولا البوركينا فاسو يلعبوا عندهم دي زوكازيون توا تونس تحسها حتى كان باش تعدى بون ما عندها ما تعمل بور موا ما عندها ما تعمل في ليكيب في الكوب دافريك. علاش حسب رايك؟ لا يا مونك دومبيسيون يعني تحس اللي ليكيب اللي كونستخويت سور لا ديفونس يعني اوفونسيفمون ما فما حتى شيء. وحتى لي جوارات اللي عندنا اللي جوارات كبار كيما ياسين الشيخاوي 80% دو تون نتاعو قاعد يتاكلي ويدافعوا في السرفاس نتاعنا سي با لوجيك. ارجع هكا عادل نكون وصلنا للنقطة الخارجية نتاعنا تصبح على خير وان شاء الله نلتقيو في نقاط خارجية قادمة. انوي ايمن النباوي مشكور جدا طبعا على هذا النقل المباشر من البحيرة حيث تابعت مع مجموعة من لاعبي النادي الافريقي مباراة تونس الرأس الأخضر. تفضل سي مختار حبيت تقول حاجة؟ انا حبيت نشكر المناجير الخاني. المناجير الخاني قال الصحيح لازم يتقال اللي تواتر ما يقولوه. اللي هو احنا كيما لعبنا ضد مصر كيما لعبنا ضد الجزائر كيما لعبنا ضد الكاب فيرد كل نفس كليشيه واحد لكن حدنا ربع التيران الثاني الربع الاخراني ما عندناش فيه خدمه كبيره ياسر ما شفناش حتى افكار جديده للمنتخب. علاش نقول لك علاش؟ على خاطر احنا مستانسين من 2004 حتى السنة نخرجوا نمشيو بالنشاط نمشيو بالدزان نمشيو يعني نترشحوا برك ما نعرفش يوافق سي رضا باعتبارك حكيت على 2004 هو يهمه 2004 وكان موجود في ستاف تكنيك الانطلاقه من وقتها بدات تاع المنتخب وقفت بعد ما 2006 تقريبا وقفت ايوه وقفت مش 2004 لا مش خاطر قلت نظام على نظام لا اللي موجود هذا الحقيقه هو شو الحاجه اللي تميز باش نكونوا واضحين منتخبنا في الفتره على الاقل العشريه الاخيره هذا ايش قلت انا اللي ميزتنا 2010 ميزتنا تونس هي وقالوا عليها الزملاء الكل هي كون فريقنا تونس يمتاز باللعب الجماعي على شكل كتله دفاعيه متماسكه
ثم ينطلق نحو هجمة جماعية كذلك، يا إما بطريقة سريعة وإلا بطريقة مركزة. هذا تقريبا على مدار 10 سنين كان حاجة تميزنا، وخاصة الكتلة الدفاعية المتماسكة. هذا الشيء هذا فقدناه اليوم، ما عادش عندنا. علاش يتعبوا؟ كان يحكي على شيخاوي يتعب وعلى الخزر يتعب، وعلى خاطر كل واحد رجع يدافع فرديا وليس جماعيا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، اليوم كالو رقم 17 اللي هو وسط ميدان دفاعي، ونونو رقم 15 وهو كذلك وسط ميدان دفاعي، الزوز متاع الرأس الأخضر، اليوم كان لهم شأن كبير إلى جانب قائد الفريق رقم 5 برانكو وكذلك رقم 10 صاحب ضربة الجزاء هيلدون. الأربعة هذوما كونوا في وسط ميدان فريق الرأس الأخضر نقطة إشعاع، لقينا معها مشكل كبير، على خاطر أولا كانوا متقاربين برشا في النزعة الدفاعية، كل مرة تلقاهم يدافعوا مع بعضهم في شكل منظم ويرجعوا مع المدافعين تاعهم، وقالها سمير قبيلة. ثم حتى في العمليات الهجومية نلقاهم يتواجدوا في منطقة الجزاء نتاعنا وشكلوا خطر. هذا احنا ما لقيناهش. وعلاش ما لقيناهش؟ هو جزء من الإجابة، جزء من الإجابة، لأنه كانوا عندنا دي دوبلور في التيران. أنا بالنسبة لي أنا الشيخاوي منصر فرد رول نظريا، السيحي وناطر فرد رول، نمشي لبعيد العكيشي وش اسمه والخزري فرد رول، يعني تقريبا فما دي دوبلور نيجاتيف مش بوزيتيف. كان من المفروض أنه نلقاو يا إما منصر يا إما شيخاوي في التشكيلة، كان من المفروض أنه نلقاو يا إما ناطر يا إما السايحي، ومعهم بطبيعة واحد منهم يكون معهم الراقد. ثم لاعبي الأطراف اليوم، وهذا كان يقول فيها سعلي وعنده ألف حق، ما شفناش هيك الصعود الثلاثي والرباعي والتداول السريع بالكرة على الجهة اليمنى ثم الذهاب إلى الجهة الأخرى، يعني هيك الهجمات اللي تكون بالتداول يمين يسار ثم بتمريرة قطرية تلقى الكرة تمشي للاتجاه المعاكس في وقت يبدأ الكيب أدفيرس في عدم توازن. هذا كله ما شفناهش، وهذا أنا حسب رأيي ما رده الأول والأساسي هو الاختيار السيء للتشكيلة. لكن خليني نقول كلمة ضوء، الكلمة الضوء الأولى هي الهدف. الهدف بالنسبة لي أنا هو عنوان من عملية طيبة شاركوا فيها السايحي تمريرة طيبة، لكن كذلك الإمدان تاع معلول وخاصة منصر كيفاش كان متواجد في، ومش سهل باش تسجل هدف كيما هذاك. لكن خلاف التسجيل هدف ذكروا مليح صورة، كانوا فما ثلاثة لاعبين أخرين في وسط منطقة الجزاء، يعني فما كثافة عددية. مع الأسف العملية هذه ما شفناهاش في تردد مستمر، شفناها قليلا يمكن الوحيدة. والضوء الثاني والأخير نحب نقوله سيك ليزيكيب اللي ربحوا كأس أفريقيا، الخمس دورات اللي ربحتهم مصر، صاحبة الكأس الأفريقية الأخرين نيجيريا، كذلك تونس حتى في 2004، مباراة رواندا كان ذكروا مليح، ونايو دي ديفيكولتي إنارم باش نجمنا ربحنا 1-1 تقريب حتى العشر دقائق قبل النهائي، والمخالفة أكسري على لعبها بن عاشور الجزيري وجابت الهدف. دونك شو نقول؟ نقول مانيش نغطيه في عين الشمس بالغربان، لكن نقول صحيح المباراة الأولى دائما صعبة، لكن المطلوب هو تصحيح الرسم التكتيكي للفريق نتاعنا، الظهور خاصة بصور متكاملة، والذهاب تدريجيا لمستوى أحسن. ممتاز، هذا رأي الفنيين سي مختار. لحظة نرجع لك، هذا رأي الفنيين بخصوص مباراة تونس والرأس الأخضر. ماذا عن رأي الجمهور مباشرة؟ نشار حبيب بورقيبة مع مالك ساسي. مالك أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك عادل، ومرحبا بكل الضيوف. اذا نحن تو متواجدين في شارع حبيب بورقيبة مباشره بعد انتهاء المباراه باش ناخذ اراء بعض المحبين اللي معنا قاعدوا في شارع حبيب بورقيبة، ونظن كونه شارع تو فارق، باش نسالوهم على كيف شافوا مردود المنتخب في المباراه الاولى في الكان. معنا اخ ليبي، معنا باش نسالوه على المباراه. ان شاء الله. والله بالنسبه لنا منتخب تونس اليوم في الشوط الاول كان الخطوط متباعده بين خط الوسط والخط الهجوم، والشوط الثاني داركو، لكن بالنسبه لي انا حسيت ان المنتخب تعب شويه، لكن الخطوط متباعده بيناتها بين خط الدفاع وخط الوسط. ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله يربحوا، اليوم شجعناهم والله العظيم. شكرا لك. اذا معنا حبينا يكون معنا ديبار به اليوم بربع قليل خارج كل خطاج البلاد شويه، مي مالوريزمون الاولاد ما فرحوناش كوم الفو. نورمالمون يفرحونا الاولاد، تحس فما الوسط فارغ شوي، ما عندناش بيتر لونترونور نورمالمون مساكني، عندنا صبر خليفه تضرب البارتي الاخرى، صبر خليفه والمساكني نورمالمون يحركوا معناها الاتاك. الحمد لله النتيجه يمكن ياسر طيبه شوي. وانا بالنسبه لي كيف اشوف الريزلت تاع كيما سينا في اول ماتش ليه؟ لعبه حلوه ياسر، معناتها نجم المره الجايه يعملوا مرتود قوي ياسر ولا باس.
انت عجبتك اللعبه ولا؟ والله بارتيش باش نقول لك بارتي باهيه مش خايبه، اما ان شاء الله البارتي جاي دخل مساكن تيلير دخل الراقد اما تخرج لنا ساحي، اما باهي الحمد لله كورنا مش خايبين ان شاء الله البارتي جاي خير. وكاو كيف ما تشوف عاد معنا هذول جماهير مش راضيه تمام الرضا على مردود المنتخب في المباراه الاولى، ان شاء الله نديرك في المباراه الثانيه. ما هذا كما بقى لي كنقول لكم الى اللقاء في ان شاء الله في مداخله اخرى. شكرا لك مالك، وشكرا للفريق التقني الذي رافقك الى شارع حبيب بورقيبه، حيث تفاعلات المشاهدين والمتتبعين وجماهير الكره التونسيه وجماهير نسور قرطاج. سالي اكيد سمعت الى اراء مختلفه، كل واحد عنده قراءته، حتى الجمهور يقول لك ما لعبناش، حتى مواطن ليبي يقول لك خطوط متباعده على بعضها، الناس كلها تفهم الكره. توا في تونس راهم 11 مليون فيهم 10 ملايين كورجيه ويعرف الكوره مليح. الور كل واحد عنده رايه، لكن التيران الحقيقه في التيران ظهر التيران لفريقنا ما كانش في المستوى اليوم المطلوب، ورا وجه متوسط في الشوط الاول، الشوط الثاني دارك نوعا ما، حطينا الكوره في القاع، خدمنا مليح الربع ساعه الاخرى كنا فريق يعني متوازن كما كان يحكي تو رضا، متوازن وسط الميدان، خلقنا فرص، سجلنا الهدف على غلطة، ولهنا لابد باش نرجعوا عليها الغلطة هذه باش نقولوا المدافعين راه فرق ما بين التاكل والتاكلينج في كورة ميتك هذيك، مفروض سام بن يوسف يمشي ويقف قدامه، حتى ما خلطش عليه، يقف لتومبوريز الميتريز لاتاكون، خليه يعني حتى عتي باث ثم كوفرتور ثم حاجة، لهنا لابد بالزاريير باش ياخذوا الدرس قدام. حاجة مهمة لابد واحد يقولها، اللي كملنا على الاقل نهايه المباراه كملناها باهيه، وهذا تحسب للي طرف فني من ناحيه اللياقه البدنيه، المعد البدني، المدرب لابد باش يراجع اختياراته البشريه في التشكيله، لابد يرجع الاستقرار نتاع التشكيله اللي شفناها في الوديات، يرجع للاسلوب نتاع فريق يعرف يدافع مليح جماعيا كما كان يحكي تاور ذا تريز امبورتون الكلام نتاعو، ويعرف يهاجم بصوره مكتمله اكثر عدد ممكن، وخصوصي لزاريلا تورو لازم يكون عندهم دور بناء في التفوق العددي في الهجمه، ونعتقد بدايه صعيبه سيبري، لكن عندنا مؤشرات حلوه في الاخر نتاع المباراه هذه يتخلينا يمكن نبنيو عليها ونصلحوا اغلاطنا ونجموا نمشيو في المباراه الثانيه نكونوا متفائلين، وبعد لكل مقام حقائق. حل الف حلال. نبيل، هذه المؤشرات الهامه اللي حكى عليها سيد علي يعني منذ قليل، هل تكفي وحدها باش تخلينا ربما نحلموا، مش نحلموا على الاقل ناملوا انه المنتخب التونسي يتجاوز يعني المنافس القادم؟ خفت انا تامل انه شنو الاسلاحات يعني نجد... خفت انا تو عاد خفت الكلام اللي سمعته الدنيا كل الجمهور خفت، معناها كيف سمعنا روحت اليوم روحت. تم برشا حاجات عاد البوزيتيف، تم علاش تم كيما ثم حاجات نيجاتيف، تم حاجات دوزيمي تون، ثم دوزيمي تون اللي مش خايب، عملنا دوزيمي تون في مصر مش خايب، عملنا دوزيمي تون كونتر الماتش الاخراني وماتش الجزائر، ولو انه بعد خروج لاعب سي فري ولكن كومام كان ثم رد فعل باهي. اليوم عملنا دوزيمي تون بعد سامي البلوني، خذينا اللاعب الكوره وعملنا هجمات مركزه وعملنا هجمات كونتر اتاك. وعلى الشوط الثاني كهو هذا اللي شويه خاطر قلت لك تعودنا، وانه الاربع مقابلات الاخرين ثم الشوط الثاني ممكن ثم هذا وعادل سي 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 معناها يلزم مشكل كبير، وانك تخسر 45 كامله من ماتش مشكل كبير، وكي تخسر 15 دقيقه الاولانيه وانت دو ماتش ولا في وسط الماتش 15 دقيقه سي ترو، فما بالك 45 ماتش، نحن خسرنا 45 ماتش دونك خرجنا نول الحمد لله. هذه حاجه ان دو انا نقول بكريكا من حكينا على عداو في ليليمون اللي عديتوه ثم مناجير حكي على باليريتي نقعدوا كل باليريتي اي بيان سور باليريتي من شنو حسب الاحصائيات الاخرانيه 35% من اللي بيوت ماركي في 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 العالم سي دي باليريتي سي دي بال استراتيجيك مخدومين، وانا ضد اللي ما يقولوا مثلا مش خدمه في الانترومون البارسي، خاطر الكره الاخرانيه نتاع ادمر جايبي ظاهر اللي ثم خدمه نوعوا في اللي باليريتي ثم لي باس ديريكت ثم اللي كفرون اللي تعاملوا اون كلوج وظاهرين لشكون مشاو، ثم اللي تعاملوا ادو نتاع رجيبي وكانت معناها هدف محقق ما في حتى شيء، دونك انا ثم كمان لازمنا نعطيو كل واحد حقه، ثم خدمه سي البارس رجي اللي هم مهمين ياسر عاد اللي هم مهمين ياسر في كره القدم اليوم. مقابلات كيما هكا هم اللي يصنعوا الفارق. مش مقابلات كيما هكا، في مقابلات الكل
لي بالاريتيم مهمين ولا الناس تعمل ديسيون سبيسيفيك معناها نهار الجمعه ولا نهار السبت الصباح ولا نهار في يتم سيونس سبيسيفيك لي بالاريتي ساعه تقريبا كامله لي بالاريتي اوفنسيف وديفنسيف. هذه حاجه. حاجه ثانيه بكريك سمير قال لي مش بوان بوزيتيف للكيت ناسيونال عند فيزيكمون بيان سير اذا كان هما عندهم رولاشمون ونحن قعدنا في الليتام تاعنا دونك نحن فيزيكمون اوني بيان كوميم على الاقل فيزيكمون اوني بيان كملنا حتى الاخر وقت ونحن لا خاطر هما عملوا ساعه مجهود واحنا عملنا ساعه راقدين هذاك علاش هما في الماتش ظهروا فيزيكمون طاحوا عملوا سير نومبر هاجمونا جاتهم فرص قتلونا ضغطوا علينا فكنا الكور اوتوماتيكمون باش هما يتيحوا فيزيكمون واحنا نلقاو احنا منورين شويه في اخر الماتش. ثم حاجه اخرى عاد نحب نرجع نزيد الاذاعه خاطر نرجعوا رسم التكتيك نتاع تونس هو اللي لعبنا به 10 مقابلات هو اللي ترشحنا به وتكلاسينا به البريمي وماركينا به تقريبا الاهداف وكنا موجودين في المجموعه صعيبه وترشحنا به الاولانيه. ولكن ممكن نراجعوا كما قال مخ زدالي اللي الاختيارات البشريه ممكن لي كوبل كانوا غالطين شوي كما قال حتى رضا لي كوبل ممكن كانوا غالطين شوي لي كوبل نتاع ستيران كانوا غالطين شوي بتاتر نحن وش نحبوا دونك عادل هو انترنور باش يحضر ماتش وما تخيلش باش نكونوا واقعيين معنا ستاف كامل ما نجمش سيرتينمون راه عمل فيزيوناج يحضر ليكيب ادفيرس يشوف اكيد صار فيزيوناج يشوف شنو نقاط القوه نقاط الضعف اسكو يمشي لها القدام يبريسي ولا ما يبريسيش ولو نحن مش من اختصاصنا دونك فهمت دونك بعد ما تحضر انت استراتيجي تحضر بلون جو نتاعك اسكو هذوما الملاعبيه بعد تختار لي زيليمون معناها اللي باش تلعب بهم اسكو هذوما ينجموا باش يلعبوا معايا لاتاك رابيد ولا ما ينجموش يلعبوا ينجم بريسي بهم القدام ما نجموش دونك حسب الادفيرسير دونك انا نقول اليوم البول مازال ما تلعب فيها حتى شيء بوتيتر البريمي ماتش الناس الكل تقول عليه صعيب وظاهر ساسو فوا الناس الكل حتى في اللي ماتش ما عدا ماتش اللي كان محلول برشا هو الماتش بوركينا والغابون كان ماتش معناه حلو اوفنسيفمون الناس الكل تلعب دونك ما عدا هذاك شفنا تقريبا ماتش صعيب على الناس الكل دونك اليوم البول ما تلعب حتى شيء اذا كان معناها اليوم تعدينا معناها تقريبا سلامات اذا كان نخسروا 45 دقيقه قلت لك الماتش وتعدينا سلامات وكنا خايبين بريمي تون خاصه دوزيام تون ثم مؤشرات ايجابيه نبنيو عليها وسيرتو الحاجه الباهيه انه كملنا بالباهي في الواش ممكن يكون بوزيتيف على الامور النفسيه نتاع الاولاد الكل. واضح هناك يعني شبه اقتناع لانه المنتخب التونسي في مسيرته مع المدرب جورج ليكانز يلعب الميتون الثاني احسن بكثير من الميتون الاول. احنا مع روجيلو ميرو ورضا حاضر كنا نحكيه ايضا ان المنتخب التونسي يلعب لغايه 70 دقيقه ثم ينهار بدنيا. ما نعرف سمير رضا كيفاش تقراه حابين نقدمه وخرنا ولا يعني صلحنا يندرى قوه المنتخب وقت اللي يتراجع مردوده في 30 دقيقه لعب او 20 دقيقه لعب نهايه المباراه والا قوته وقت اللي يكون في شوط ثاني معناها في عنف وينه وقادر انه ينافس معناها بقوه وقادر انه يجري ويصنع اللعب ويصنع الفرص. يعني احكي لنا فكنا الشفره نتاع المنتخب. هو كل مدرب يختار اسلوب يتماشى مع امكانيات الملاعبيه المتوفرين عنده. هذا واضح، مش المدرب هو اللي يختار طريقه ومن بعد يوظف الملاعبيه، لا، امكانيات الجروب اللي عندك تفرض عليك نوعيه او طريقه لعب معينه. وقت روجيلو ميرو كانت نوعيه اخرى من الملاعبيه وامكانيات اخرى وملاعبيه اخرين، اليوم تغيرت. علاش نجح ليكانز؟ لانه تعامل صحيح مع امكانيات ملاعبيته. جاء شاف ملاعبيه قويين على المستوى الدفاعي، حسن الدفاع نتاعو، وحاول يعمل في بعض الاحيان الهجمات المرتده والهجمات السريعه ونجح بها الى حد الان. لعب بطريقتين نبيل اللي كان مش بطريقه واحده، لعب بثلاثه 6-1 ولعب باربعه 5-1، يعني لعب بطريقتين مش بطريقه واحده. لا لعب في ماتش بركز دو ماتش السينيغال حسنوا مش هذا المشكل. وتكلمت على الكرات الثابته، لكن تكلمت على الكره الثابته الهجوميه برك، ما تكلمتش على الكره الثابته الدفاعيه. في الدفاعيه زوز كر مع الجزائر كنا نقبلوا اهداف، والكره الاولى في الدقيقه الاولى اليوم كره على القائم كنا نقبلوا منها اهداف. كي تخدم على الاوفنسيف وعلى الديفنسيف في نفس الوقت. حسيروا احنا ماناش متشائمين راهو، ولكن نحبوا نتكلموا على النقاط الضعف اللي خلاتنا اليوم نخرجوا بتعادل وكنا نخسروا بسهوله.
اختيارات المدرب هذا واضح أنه لم يحصل الاختيار لا على مستوى التشكيل أو التوظيف الملاعبية ولا على مستوى التكتيك اللي لعب به، يعني غالط على مستوى اختياراته كلها. وقت اللي منتخب يضيع 10 دقائق أو 5 دقائق تكون كارثة، فما بالك بمنتخب ضيع 58 دقيقة. نبيل قال شوط واحد، أنا أقول 58 دقيقة لعب ساعة تقريبا سيد علي، ساعة كاملة ومنتخب التونسي غايب. الحظ معانا انه ما قبلناش اهداف، تصور اليوم كان قبلنا اهداف هدف ولا اثنين ولا ثلاثة، وكلام السي مختار قبيلة قال نقبلوا 3 اهداف بسهولة، كان خرجنا بثلاثة بشيء في الميت الاول وفاء انتهت وصارت الكارثة. علاش الكارثة؟ لأنه الماتش اللي جاي استنى فيك، الماتش اللي جاي أصعب من الكافير، والماتش الثالث أصعب من الاثنين اللي تعداوا، يعني اليوم أنا شفتهم المنتخبات الاثنين الكونغو وزامبيا حاجة أخرى. حاجة أخرى ماهيش الكافير، أقوى برشا من الكافير، ولكن نقول عندي أمل. علاش؟ لأنه نقول أنه ليكيب ناسيونال نتاعنا ما تنجمش تلعب ماتش خايب كيما اللي لعبته اليوم، ما تنجمش تلعب ماتش خايب آخر، ما تنجمش. دونك المردود مش يتحسن في الجولات القادمة، لكن يلزمنا كذلك نكونوا متواضعين وننتقدوا رواحنا ونقولوا وين غلطنا وين ما غلطناش. ما نجموش سيد علي نغطيو عين الشمس في الغربة. حاجة سمير بربش يقص عليك أنا، لأن احنا نبقى نسيستي عليها برشا في التحليل متاعنا، هما لي شانجمون. أول حاجة الوقت، وقت متأخرين ياسر، والملاعبين اللي تغيروا، سا تري امبورتون. كانت تتغير مجرى المباراة، يمكن بعد سجلنا نحن وما عملناش تغيير سمير وربحين واحد بشيء، كان يمكن يكون التغيير بعد ما كنا ربحين واحد بشيء. صحيح، راه صلح برشا حاجات المدرب وكنا نخرجوا بالانتصار، ولهنا فين التغيير تري امبورتون والكوتشينغ نتاع المدرب. هنا انا ما حكيناش عليهم برشا عادل. وي مجال مفتوح باش نحكي عليه. التغييرات ما كانتش في وقتها، متاخره ياسر. كنا سالتي مختار على التغييرات، متاخره ياسر هي، وما كانتش بالملاعبين اللي المفروض يخرجوا. هي وقت تغييرات بالفعل، اول تغيير صار في الدقيقه 82 منصر خرج يدخل المساكني، بعده ايميدياتمون في الدقيقه اللي بعدها الرجايبي ياخذ بلاصه العكايشي، والتغيير الاخير واللي كنت سالت عليه سي مختار السايحي يخرج ويدخل الراقد. هنا بتيتر نوافق سي علي انه ربما بعد عمليه الهدف وخاصه في ظل المردود شبه ما نقولش تحت المتوسط الوسط المتوسط، كان من المفروض بعد الهدف اللي سجلناه الاولاني ندعم وسط الميدان بلعب اخر، وربما الراقد يكون احسن حل، لكنه يكون هو محوري ومعها اليمين السايحي وعلى يسار وناترو، بالتالي يكون عندنا ربما حضور وسط ميداني يخلينا نكمل المباراة بأكثر على الأقل لياقة في وسط الميدان، علما أن الفريق المنافس هذيك كانت نقطة قوته. لكن فما نقطة أخرى، هو أنه الرجايبي حسب رأيي أنا هو لاعب الحقيقة يلعب في الرواق، ماهوش لاعب باش يلعب كمهاجم رأس حربة، ويعني لما خرج العكايشي ودخل الرجايبي تقريبا الفريق أصبح بدون مهاجم رأس حربة، نلعبه إلا على مستوى الأطراف، وهذه نقطة استفهام يلزم المدرب يخمم فيها مليح لبقية المباريات حتى يكون عندنا على الأقل دائما عمق هجومي. واللي اليوم راهو في المباراة نتاع اليوم ما دخلناش برشا ال 18 متر ال 16 متر 50، دخلنا أنا حسب حساباتي دخلنا 5 مرات، منهم عملية الهدف نتاع منصر، منهم عملية شيخاوي اللي خذا الكرة وأطنب في المراوغة وجاب بها ركنية، وفما زوز عمليات أخرين. سينو حتى العمليات الهجومية اللي قمنا بها في الشوط الثاني واللي أعطت وجه إيجابي كانت خارج منطقة الجزاء، وهذا ما رده أنه نوصله بعدد قليل ما نوصلوش بكثافة عددية للعمليات الهجومية نتاعنا. نقطة أخيرة هو كون الفريق الزمبي اللي باش نلعبوا له المباراة الجاية، وكنت شاهدت المباراة كيفك سمير، من حظنا انه سينكالا هذا اللاعب الموهوب بالفريق خرج على ليبيكي، خرج بليسي، يعني بعباره اخرى حسب تصوري وتقديري اللاعب هذا مش باش يكون موجود في مباراتنا احنا اللي هي المباراه الثانيه يوم الخميس، الى جانب بالطبيعه سانجلوما اللي كان نقطه اشعاع كذلك. الزوز لاعبين هذوما اليوم في المباراه كانوا طيبين، لكن نذكر ونقول اللي زامبيا سجلت هدفها في الدقيقه الاولى و20 ثانيه، اذا ما ردوش بالنا كما اليوم ونقعدوا نقبلوا اللعب في الدقائق الاولى، يعني ما ندخلوش مركزين، فريق كما الفريق الزامبي عنده تقنيا وفنيا خير من الفريق نتاع كاب فير ثم اسرع، ينجم يفاجئنا. هذه ملاحظه هامه جدا لفريق زامبي يلعب بشكل 4-4-2 وعنده لاعبين فنيين وسريعين. دونك ان شاء الله في المباراه الثانيه نكونوا إمكانياتنا أحسن ومستوانا يتحسن جماعيا وفرديا. نتمنى ذلك رضا. أمل الحداد لك الكلمة من جديد.
تفاعلات عادل من تونس ومن خارج تونس خاصة من الجزائر اللي متفاعلين ياسر مع مردود منتخبنا اليوم ويتمنوا أنه يكون مردود أفضل في المقابلات القادمة وعلاش لا ما يكونش النهائي جزائري تونسي. وتفاعلات زادة من السعودية يقولوا لكم بربي أحكيونا شوية بالعربي باش نحاولوا نفهموكم. نمشي وفتحي فاهم يتسأل وقتاش الخوف والحذر ألعب لتاك وخلينا نروحوا مش مشكل الكرة فرجة وجرينتا مش حذر ودفاع. سيدريك المذب يسألكم علاش حسب رأيكم الشيخاوي أحسن جوار تكنيك ما سور بابي ما يعطيش البلوس مع المنتخب كما كان في الليتوال وزوريخ. إيهاب الهرتيلي راه صحيح مش في فورما اليوم ومن الأحسن كان الفرجاني في بلاستو. محمد ماضي يقول التاريخ أثبت أنه الملاعبية في الرسميات وقبل كل نشيد رسمي تصفر الوجوه ويتفاجعوا مع بداية المقابلة يدخلوا في غيبوبة وسيناريو 90 دقيقة أحفظناه كيل هوند كيل الفوت. عمر من فرنسا عنده رأي مخالف ويقول مردود طيب كل لاعب قدم اللي عليه اليوم. ما ننساوش الكافي خسرنا معها دفوة وضربة جزاء خاتية. خلينا نكونوا متفائلين إن شاء الله نكونوا متفائلين وإن شاء الله منتخبنا ينورنا في المباريات القادمين. وتحب تربح كالعادة 500 دينار صوت للفيديو اللي عجبتك عن SMS 85-030 جرينتا 1 إن أنجري جرينتا 2N2 جرينتا 3N3 يعني تنجم تصوت الفيديو اللي عجبك وتنجم تعمل انت فيديو انت أيضا. تربح اللي صوت يربح والفيديو يربح 500 دينار على www.grinta.tn/anibaltv. جول في الشباك حتى انه ما خطرتش على باله من البداية حتى النهاية. التونسي المساكن يخدم اجمل حكاية واحلى رواية. يا السلام يا السلام على المساكن الفنان مع بن شريفيه المغوار مع المساكن الفنان. صوت الجرينتا اللي عجبتك وابعث N1 للجرينتا 1 N2 للجرينتا 2 ولا N3 للجرينتا 3 على رقم SMS 85-030 واربح 500 دينار كاش. استمعنا إلى مختلف القراءات والتحاليل الفنية نتاع الحضور نتاعنا وأيضا حتى الجماهير الرياضية، لكن أكيد المدرب الوطني عنده رأي آخر. نستمع إلى التصريحات الفورية لبعض اللاعبين والمدرب الوطني ثم نرجع نحكيو في البلاتو. بصراحة حسني تروح تكون أساسية؟ ما والله أنا توا قاعد معناها نخدم برشا يظلي استنيت الفرصة هذه. اليوم جاتني فرصة يظلي مركيت معناها بونتو إن شاء الله تجدني هذه ثقة إن شاء الله نكمل نخدم أكثر. كان نحكيو على البونتو بو والله باس باهي من علي يظلي يفهمني معناها يعطيني باس تبقى نقولوا احنا يظلي حطيتها في الشبكه يظلي بونتو يساعدني انا ويساعد اصحابي اللي يعطيهم معنا زاده في الثقه ان شاء الله نكملوا نخدموا تو ان شاء الله الخادم ان شاء الله يكون خير باذن الله. واه بي اون سي سون لا ديسيبسيون شي فو كيسك ليا نو 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 با ديسو فوالا سي لونتري كي ديفيسيل اون ايتي او كوران مي نو ني با ديسو مي نو اس كونسونتري سور لو بروشان ماتش كي واتر امبورطون فوالا اون تومبي فاس ا اون بيل ايكيب دو كاب فير. Mais on n'est pas déçu, c'est un point. Le plus important, c'est pas avoir perdu ce match. On voulait le gagner, mais voilà. Et quand on gagne pas, on est toujours déçu de pas gagner. Mais voilà, il y a deux matchs importants qui arrivent. Il va falloir se concentrer sur les deux prochains matchs. Qu'est-ce qu'on a manqué aujourd'hui? Ouais, je sais pas ce qu'on a manqué. On travaille, on verra ça à la vidéo. Mais voilà, on a frappé la barre. Je pense que sur coup de pied arrêté, on a un peu trop été en difficulté, comme contre l'Algérie. Mm-hmm. Donc c'est des points qu'il faut travailler rapidement et pour pas être en danger sur les prochains matchs. Je pense qu'on a manqué le truc de mettre le deuxième but. Après de faire une bonne entame de match, mm-hmm. on a été trop timide dès le début. Mm-hmm. Quand on s'est lâché, on a vu qu'on était supérieur à cette équipe, quand même, mm-hmm. je pense. Et je pense qu'on doit commencer mieux les matchs. Après, tu vois, faut se concentrer sur le deuxième et le troisième match maintenant. C'est passé. Si c'était dur la pénalité ou quoi?
Ouais, c'est dur à avaler, je te le dis franchement, je le digère pas, mais bon, je te dis, c'est le football, je peux plus rien faire maintenant, je peux rien changer. Donc on... Tu l'as touché? Je pense pas l'avoir touché, tu vois, parce que moi je me suis jeté, dès que j'ai vu que j'avais pas le ballon, j'ai enlevé le pied, mais je pense pas l'avoir touché, sincèrement, je pense pas l'avoir touché, l'arbitre ici, bon... On se sent la déception chez toi. C'est un match nul, ça reste le premier match aussi match nul. Donc... Je te dis franchement, je préfère gagner que faire match nul, tu vois. On va pas se mentir, je suis venu pour gagner, je suis pas venu pour faire de match nul, quoi. Après, c'est pas un mauvais résultat non plus, mais bon, on gagne 1-0, tu vois. Ça fait mal à 10 minutes de la fin de se prendre ça. Ouais. والله ما فهمتكش معناها حسيت روحك كابابل باش تنجم تكمل حتى 82 دقيقه بالضبط والله اللي طالفني هو تلعب وحدك هذاك حبيت نقول لك اللي طالفني معناها هو يعرف معناها يعرف شنو الكاليتي اللي عندي يعرف كل شيء الحمد لله معناها اليوم معناها صحيح كانت مقابله معناها كبيره ما عرفنا كيفاش نتقدموا في اللقاء ومن بعد معناها هما رجعوا في النتيجه كاو معناها الحمد لله معناها مش حاجه معناها باش نهولوها معناها ماتش خايب مي عرفنا اليوم كيفاش ناخذوا نقطه في المقابله هذيا وكنا قريب باش ننتصروا ان شاء الله ربي معنا هذه المقابله الاولى مازال ما تلعب حتى شيء مازال ماتشات صعاب يستناو فينا ان شاء الله نحضروا لهم كما يلزم وان شاء الله الوقت كل نكونوا معنا عند حسن ظن معنا الجماهير اللي سنة فينا في تونس علي سي شنو نقصنا اليوم؟ اللي نقصتنا في بالي التسليم قدام الكاش يعني اليوم ولا الباس الاخر عملنا كل شيء لعبنا كره كما مستانسين نلعبوها سيرتو في الدوزيام ميتون ما نقولوش بريمير ميتون خلقنا العديد من الفرص لكن ما سجلناش من بعد كالعاده ماركينا بونت فما لامبتير ولا شنو صار جاتنا مباراه اللي ماركاوا كاو خويا ليسونسيال ان بوان ما خسرناش توا نحاولوا نتركوا ان شاء الله في قادم المقابلات وكا ان شاء الله. فينا شويه في لي شونجمون معلول. على غالب المدرب يعرف لي شو نتاعو يعرف الاوقات نتاعو كاو خويا كل شيء لازم يتصلح ان شاء الله المقابله الجايه. هاي من اليوم لعبنا شويه بالنار. هو ماتش كورة ماك تعرف فما ديما دي او دي با سي فري ماتش البرومير ميتون اون ايتي ان بو ديسو اون ايتي ان بو فراجيل سورتو في الفاز ديفونسيف نتاعنا لكن دوزيام ميتون حسن ارواحنا عملنا برشا حاجات باهية زاد ما ننساوش برومير ميتون دوزيام ميتون ان شاء الله اون ان بو اون بلوس ديسو في كيفاش ضيعنا زوز نقاط من بعد معناها نونكيس ان بوت كيف هكا سور بينالتي تاع مال دو كونسنتراسيون ان شاء الله الجيم ماتش انا اسو غاتراب وهذيك الكوره ان شاء الله ربي يوفقنا كوتش vous avez parlé des erreurs de l'arbitre qu'est-ce si on peut parler de les erreurs de notre équipe nationale oui premièrement moi je suis réaliste que c'est normal c'est pas parfait le match parfait je croyais pas que j'ai demandé ça de l'autre côté moi je peux parler de mes joueurs et je crois qu'ils ont fait un enthousiasme on était premier mi-temps un petit peu en déséquilibre puis après, je crois que les dernières 20 minutes du premier mi-temps, et surtout le deuxième mi-temps, on n'a pas donné beaucoup. Je crois qu'il y a une chance encore si Emma, à ce moment-là, se balance sur la ligne. De l'autre côté, tu vas aussi savoir, le premier match, ça ne peut pas être parfait. كانت هذه تصريحات اللاعبين والمدرب جورج ليكنز مباشرة بعد نهاية تونس الرأس الأخضر سي مختار تعليق فوري على هذه التصريحات. تصريحات عادية باش تكون يعني بعد مقابلة بعد نسمي شك نص هزيمة نعتبرها لأن احنا كنا نعملوا على نقطتين خايبة خلينا نقول خايبة أمل لازم باش الناس كلها تتكلم نفس اللغة حتى ما نأزموش الوضع داخل حجرة الملابس وفي الفندق هكاك يعني يبقى المورال نتاع الملاعبية يبقى في مستوى معين اللي باش يقدر المدرب في الايام القليله القادمه يقدر يحاول باش يصلح ولو انا جدو تري فور اللي باش ينجم يصلح برشا حاجات احنا كي صلحنا حاجتين مهمين جدا هو الناس كلها تخدم مع بعضها وتقوم ببعضها والناس كلها تحاول تفركس للاطراف وباش تتعدى ديجا يعني باللعب بالنصف ساعة الأخرى نتاع الشوط الأول نتاع الشوط الثاني اليوم بالنصف ساعة هذه الثانية الأخرانية يعني شفنا دي بريميس نتاع اللي فما إمكانية تصليح لكن ثقل بداية المقابلة لأنه هو بريمير ماتش غزين ياسر على الفريق
اللي ما خلاش الملاعبيه خاصه لونتام كانت خايبه ما خلاش الملاعبيه يكونوا في اليوم اللي احنا كنا نتمناوه وهذه مش نهايه العالم. ونتفكر هناك العام الاسباني خسرت بريمير ماتش نتاعها ضد السويس وهزت الكوب دي مونت وعده امثله نعطيوها. المهم هو هذا يستبتي ميني شامبيونا. المهم هو نلعبوا مقابلة ثانية إن شاء الله أو ثالثة ونتعداو وقتها تولي كلام آخر واستراتيجية أخرى ونظرة أخرى وتفكير آخر ويقعد هذا كله وهنا ونتعداو إلى ولكل حادث وقتها حديث. يعني خلينا نقول أنا سيد علي منذ قليل قلت لي فما العديد من النقاط اللي يلزم مراجعتها قبل المواجهتين القادمتين. باش نسالك عن النقاط هذه لكن نحب نسال ايضا نبيل بالمناسبه ما نعرفش نلقاو تركيا ربما اسباب ولا تبريرات لاداء المنتخب التونسي ونتيجه اليوم، لكن الجو اللي عاشه المنتخب التونسي والارهاق اللي عاشوه اللاعبين والاجواء خلينا نقول محيطه بالاقامه والتنقل والدوش والضوء وغيره تنجم تاثر في مباراه كيما اليوم، خاصه وقت نسمع البارح انه اللاعبين ما رقدوش ثلاث ايام يعني بصفه عاديه خلينا نقول منتظمه خاطر كان تقول ما رقدوش ثلاث ايام ما صاروش كان يلعبوا مقابله. بيان سور هو تاثر على الريكوبيراسيون تاثر والاجواء تاثر سيرتو النوم والماكله ياثروا برشا اذا كان ماهمش عاديين وماهمش في الحاله العاديه نتاعو. ولكن هنا انت عاد تلعب شونس ايكال كما الناس الاخرين، ما تخيلش الناس الاخرين زادوا ظروفهم باهية للجمعيات الاخرين كيف نفس الظروف اللي تعيش فيها تونس قاعد تعيش فيها الجمعيات الاخرين، دونك هنا الناس كل كيف وكنت نجم تتاثر اكثر لو كان عندك نومبر كبير نتاع محترفين اللي ماهوش مساسين سيرتو الاولاد نتاعنا اللي كانت عندنا مثلا 80% من اللاعبين نتاع المنتخب مولودين معناها لبرا وكما اللي جبناهم ويمشيوا لغاديك ممكن تكون التاثير يكون اكثر. هذه حاجه عاد ولكن حبيت نرجع لحاجه انا لانه تفرجت زاده في مباراه زامبيا ممكن نختلف شويه مع سمير ومع رضا. انا مونافي اللي شفت كافير يمكن اقوى جمعيه في التلاته اللي لعبنا لها زامبيا الكونغو بعد الكافير الكونغو تلقى الكونغو خاطر اليوم زامبيا ماركيت هدف في الدقيقه الاولانيه ومن بعد الكونغو تلعب في في في, في 45 دقيقه تلعب الكونغو. هذه حاجه زامبيا اللاعبين نتاعها حتى اللاعبين نتاعها نعرفوا اغلبيه اللاعبين نتاعها ما يلعبوا في البطوله الزامبيه ولا في البلدان المجاوره في جنوب افريقيا وفي منهم لاعب زوز لاعبين نتاع كانا وعندهم زوز ثلاثه لاعبين يلعبوا في تيبي مازامبي دونك ما ثماش حاجه كبيره ولكن لاعبين منظمين لاعبين ديسيبليني تكتيكمون دونك شفناهم هذوما شنو عاد برك بوغوس برك الله خلينا المباراه دونك عاد حبيت نقول اللي متخمزه نبيل فرش روحه على الكرون كلير جميله منكم شلطتي ولا يهمك. دونك قلنا بكريكا زاد كما قال المختار نجم نبنيو على نص ساعه وكما قال الاخرين كنا نجم نبنيو على لي بوان بوزيتيف اللي شفناه بالزيميتون ليكيب ناسيونال يظهر لي معناها افيك شويه روتوش باذن الله افيك نص ساعه الاخرانيه خاطر ثم ميساج واحد من اللاعبين تعدى قال انا بيان جوي خاصه في النص ساعه الاخرانيه ولا 14 الاخرانيه خذينا اللعب وخلقنا كيلكو زوكازيون علي معلول يظهر لي قال وهذا مهم جدا وعلى الاقل في الاخر ثم تفكير ايجابي عند المجموعه الكل باش نجم تدخل المقابله بمعنويات مرتفعه المقابله الجايه اللي هي باش تكون مهمه ونورمال باش تكون مصيريه لنا احنا. سعني انت طلبت من المدرب ان يراجع اختياراته وقلت لابد من المدرب ان يراجع بعض الاختيارات. شنو هي اهم الاختيارات اللي نجم يصلحها قبل المقابلات القادمه؟ قبل حاجه نحب نرجع النقطه نتاع الظروف ظروف الاقامه شنو الناس كل باش تغزل الكاميرا هذيك تفرج في روحها على حسب هذيك انت عاد لا كل واحد تعمل له هكا علاش نغزلوا غادي تنغزلوا السي مختار الناس كل قلت لك ما نجمش نكومباري السبعينيات الثمانينيات وقت نلعبوا نحن في كاس افريقيا ونمشيو لافريقيا كيما توا الظروف تحسنت لكن تصور انت نحن كنا نمشيو نلعبوا في السبعينيات نمشيو في اير فرانس وترجع لنا بعد جمعه اير فرانس ولا ثم لا ماكله ولا ثم ماء ولا ثم حتى شيء نهزوا بنادق ونهزوا واحده هذه الظروف تظهر لي الناس كلها تعدت عليها وساعات نباتوا في المطار لكن هنا تدخل كاركتير نتاع الملاعبي والكاركتير نتاع المسؤول والمدرب والناس اللي تمشي الاداريين تعرف كيفاش تحط الملاعبيه في ظروف باهيه خصوصي من الناحيه المعنويه سا تريز امبورتون مش ليله ماتش راك ما تقولش مليح ما تلعبش مليح راهو لي ستاج اللي صاروا نتاع المستير سمير ونتاع الحمامات
هذاكم هما الساس نتاع البريباراسيون نتاع الجمعيه اللي باش تنجح بها في الكوب دافريك. بالنسبه للتغييرات عادل، التغييرات البشريه ونرجعوا للوبسيون نتاعنا اللي نحن بازي سون اون بون ديفونس، اسيس ديفونسيف صحيح مع وستيرا متكامل مع كونفرسيون من الصوره الهجوميه للصوره الدفاعيه، الصوره الدفاعيه للصوره الهجوميه بسرعه، اما بالهجمه السريعه ولا الهجمه المركزه بخروج الكره المداوله والبلوك مع بعضنا في الفاز اوفونسيف باكثر عدد، والرول نتاع ديزيرالاتورو اللي مهم مهم جدا، والصفار الديفونسيف زاد رجوع الفريق اسرع وقت ممكن للمكان نتاعو. ولهنا لابد مهم ياسر هما التكامل ما بين الزوز وسط الميدان الدفاعي يكونوا متكاملين، وليديزيرالاتورو يعرفوا يطلعوا كل مره بالتداول مع بعضهم ويقربوا الاجناب، ما يقعدوش كما اليوم بعض الاحيان شفناهم قرب ياسر في بعض الاحيان وبعاد ياسر، حرزي وال منصر ثري امبورتون بالنسبه لوسط الميدان في الصوره الدفاعيه كما في الصوره الهجوميه. حاجه اخرى، ريتم دو جو اليوم اللي ما حكيناش عليه شويه، ريتم دو جو ثقيل ياسر يا عادل، نسق اللعب في الفريق تري تري لور، والملاعبيه نتاعنا ترو ستاتيك باش تلعب كوره، مش تكون ستاتيك. انا اريير يساعدني يجيني اتاكون يبدا ستاتيك، لكن ما يساعدنيش يجيني اريير بوليفالون يتحرك ويبوجي وكل شيء. لهنا زاد بيرميتاسيون والتحرك، اون بو با جوي فوتبول افيك اون كيب ترو ستاتيك. هذه قراءة أخرى من طبعا المحللين المتواجدين في سويعاكان. النسور كواليس النسور، نشاهد هذا التقرير ثم نعود. كوكاكولا تقدم كواليس النسور. الجرينتا حاضرة عند النسور ان شاء الله، قدرة ربي الاولاد كلها عاقدين باش نعملوا كامبين ان شاء الله. صبرت الجرينتا حاضرة عندكم ساعة غدا ولا ان شاء الله؟ معناها قدرة ربي حاطين في قلوبنا وعارفين على شنو قادمين. كوكاكولا خر الجرينتا مع النسور. والله جمهور الكاميرون متفائل، وفيكتوار عكاشي وفيكتوار تونس، يعني ما نعرفش نحب نسال الجمهور التونسي اللي حاضر هنا، يا اخي متفائلين ولا مش متفائلين بالمنتخب؟ يعني بالفعل خلينا نكونوا متفائلين وخلينا نكونوا يعني ايجابيين، صحيح فما اخطاء وصحيح فما سلبيات وصحيح فما نقائص، لكن صحيح فما امل وفما ناس تحب توصل لبعيد وفما ناس موجوده لبرا يعني في غينة الاستوائيه بكل ما فيها من ظروف واقامه وغيره وغيره، لكن اكيد عازمين على انهم يدخلوا فرحه لقلوب التونسيين، والتونسي في حاجه اليوم الى فرحه بعد المشاكل اللي عاشها في البلاد على جميع المستويات السياسيه والاقتصاديه وغيرها 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 بما فيها حتى الرياضيه. امل، شنو الجمهور معك متفائل ولا لا؟ جمهور متفائل، جمهور ولا متشائل بين التفائل والتشائل؟ كان متشائل وتوا بدينا نسينا الجوارات لازمها تنسى، يعني فكرنا من الصدمه نتاع التعادل، هدف التعادل خلف صدمه، خلف كيما الجوارات يعني لازم ينساو وينحيو من بينهم مباراه اليوم. الجمهور بدا ينحي المردود اللي يتفرج فيه اليوم، واحنا كالعاده يا عادل متفائلين، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله دوزيام تور ومن بعد نوصلوا للنهائي، علاش لا نمشيو
نمشيو للجو كالعاده على قناه حنا بعل تربح 500 دينار. صوت للفيديو اللي عجبتك على اس ام اس 85030 جرينتا 1N1 جرينتا 2N2 جرينتا 3N3. احسن فيديو تربح 500 دينار وانت اللي تصوت زاده تربح 500 دينار. جول 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 في الشباك حتى انه ما خطرتش على باله من البداية حتى النهاية. التونسي المساكن يخدم اجمل حكاية واحلى رواية. يا السلام يا السلام على المساكن الفنان مع بن شريفيه المغوار مع المساكن الفنان. صوت الجرينتا اللي عجبتك وابعث ان للجرينتا 1N2 للجرينتا 2 ولا N3 للجرينتا 3 على رقم الاس ام اس 85030 واربح 500 دينار كاش. ان شاء الله ان شاء الله واحده واحده للفينال خلينا نوصل للديمي فينال وبعد نحكيوا على الفينال. اكيد قلت الجمهور الرياضي التونسي مل من السياسه ومل من المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والجرافات والاعتصامات وغيرها ويحب الرياضه لان الرياضه الوحيده هي اللي تلم الناس، الرياضه الوحيده هي اللي تدخل الفرحه في قلوب التوانسه. هاو نشوفوا التقرير هذايا هيكل منتصر خرج الشارع وسال الجمهور عن الرياضه والسياسه نسمعوه ثم نحكيوا في البلاتو. فما عنوان نتاع جريدة مكتوب فيه لا تخذلونا، حسب رأيك على شكون يحكي؟ لا أول مرة نسمع به نعرفيش. كنا تخذلونا يمكن موجه للحكومة يحكي على السلطة اللي انتخبناها نحن عطيناها الثقة إن شاء الله ما تخذلنيش. معروف عند الناس اللي فاهم حقائق المجتمع تصور على الحكومة. فهمتني شو نقول لك؟ والله إن شاء الله يكونوا في حسن ظننا وإن شاء الله ينورونا وكاو. حسب رأيك أنت على شنو يحكي؟ كيف على الحكومة؟ يعيش الحكومة! أنا مقصود من الحكومة أوي الحمد لله. الحمد لله والأسعار رخيصة أوي أوي أوي. الحمد لله. الأسعار رخيصة. الحمد لله. والرغيف كبير. والمواصلات فاضية. والشقق كتيرة. شنو العنوان؟ فيت نو ريفي. ريفي. معناها خلونا نحلمه. ان شاء الله يخليونا نحلموا لي بوليتيسيان جدد هذوما والحكومه جديده. والله قبل كل شيء هي كلمه صعيبه ياسر لا تخذلونا. ما نعرفش مربوطه بحاجه باش تصير اليوم. مربوطه بحاجه باش تصير اليوم ان شاء الله ربي يقدر الخير. عنوان الانتصار الاخذ بثائر، حسب رايك على شكون يحكي؟ ولا ما نعرف. قول انت بقى. سهل الانتصار الاخذ بثائر. الانتصار الاخذ بثائر، الانتصار. لا هو العنوان الانتصار للأخذ بالثأر، حسب رأيك على شنو يحكي؟ حاجة باش تصير اليوم. تونس. شبيها تونس؟ باش تربح. شكون باش تربح؟ باش تربح الكاب فير. وقتاه اللعبة؟ اللعبة 8. شكون باش يمركي؟ الشيخاوي بطبيعة. هكا طول نمشيو للسياسة ولينا تونس. اليوم الكورة بطبيعة. المنتخب الوطني التونسي. تيتر هذا يمكن على الفوت زعما؟ على الفريق القومي بطبيعة الحال. هم العادة الناس مشيت للسياسة لا اختنا من السياسة الهند والفوت ان شاء الله ما يخذلوناش ان شاء الله يا ربي معنا ان شاء الله يزينا تعبنا من السياسة خلينا ان شاء الله يفرجونا في ماتش كورة مزيان وان شاء الله التونسي على الأقل ينسى سيتياسيون تاع البلاد بالكورة كيجيبوا ريزلتا باهية الشعب عيال
ايه من السياسه من كل شيء. ماذا بينا حاجه تفرحنا وحاجه تلمنا. ان شاء الله تونس تربح. ان شاء الله ما يقتلونيش، ان شاء الله يعملوا حاجه به. حول الله لا باس، ان شاء الله مربوح. شرفي نار تونس تربح الزوج. الله ينصر تونس. أكيد إن شاء الله ربي مع تونس، وإن شاء الله ربي ينصر تونس، إن شاء الله اللاعبين يكونوا في المستوى. الغالب هذيك كرة قدم حبة الناس الكرة، عشق جنوني لكرة القدم في تونس، وعشق جنوني أيضا للمنتخب الوطني التونسي. مناش ترمي المنديل والتونسي ما يعرفش المستحيل، هكا ولا رضا؟ لا، عمره ما يعرف المستحيل التونسي مهما تكون الظروف. حتى كان تكون ظروف الإقامة غير طيبة، التونسي يعرف يكون ردة فعل إيجابية على الظروف السلبية هذيك. أنا نذكر في غانا 2008 اللي هي مش بعيدة سيدي علي، أنت حكيت على 78 وأسبوع كامل باش واحد ترجع له الطيارة. احنا توا في 2008 في طمالي كان فما قصان الضوء، كان فما كذلك يعني الأكل اللي هزاته الجامعة التونسية باش معناتها اللاعبين ياكلوا أكلة باهية في سد الكل على خاطر الثلاجات قص عليها الضوء وما فماش ضوء. سكننا في مبيت جامعي، يعني ظروف كانت بصراحة رديئة جدا، لكن هذيك كانت سبب لردة الفعل وخلت اللاعبين تكون عندهم شحنة إضافية باش نوصلوا يحضروا مليح، لكن حتى في المباريات تكون كتحضير معنوي. وهذا اللي نتمناه احنا بالنسبة للفريق نتاعنا، يعني ظروف السيئة تكون لهم كحافز باش إن شاء الله في المباريات القادمة يستمدوا منها القوة نتاعهم. ونعاود ونذكر أنه المباراة الثانية عادة ما تكون أحسن من المباراة الأولى في النسق وفي كذلك حتى الأداء الفني والتكتيكي نتاع المجموعة، لأنه بعملية بسيطة ياسر الناس استنست ببعضها وبدأت كسوة في التمارين أو كذلك في المباريات لقات الآليات مع بعضهم. لهذا اللي نتمنوه في المباراة الثانية، لكن هذا ما يمنعش سيدي علي اللي يلزمنا نصلحوا الأخلاق. رضا، شنو الفرق ما بين لاعب دولي ولاعب نتاع إكيب؟ هو قوة الشخصية أكيد، ويتغلب على الظروف الكل، كيما الظروف التكتيكية والمصاعب اللي لقاها التكتيكية كيما المصاعب الخارجية، الأوتيل والإقامة وهذاك الفرق والكاركتير نتاع الملاعب الانترناسيونال. وعندنا مثال برشا ملاعبية على مستوى كبير، ملاعبية كبار لكن ما عملوش كارير كبير انترناسيونال خاطر الكاركتير مش قوي. وثم ملاعبية متوسطين لكن وصلوا ملاعبيه وعملوا كارير كبيره خاطر كاركتير تري فور. وهذا الفرق ما بين الملاعب الدولي اللي يعمل كارير والملاعب العادي. والمدرب الدولي والمدرب العادي هيك كيف مش موجوده في القميص في المجموعه في المجموعه تاعنا. راهو عندنا مجموعه تاع لاعبين وهذا لازم نقروا به، وقلناه في السابق حتى في المباريات الوديه عندهم لحمه بيناتهم وعايشين في جو طيب. هذا شفناه في مباراة تونس اللي هنا وكذلك في التصفيات. هي مريضه يلزم نبنيو عليه من الاسلوب الدفاعي. علاش ما نفرجوش الكوره نلعب الكوره نمشي نفرج كوره نشيخ الجمهور حتى تخسر مثالش ياسر محطوطين في قالب نتاع فريق التونسي يعرف كان يدافع ويعرف كان بلاريتي تجيش حويجه مكاه وكاهو. هذا العشر سنين الاخرانيين فين حاطين الكوره التونسيه؟ راو سيريس أبورتور إذا الكلام نقوله فيه، وراو قاعدين نسوقوا في صورة خائبة على الكرة التونسية كل صدق. يعني حطينا كيب ناسيونال نتاعنا ما تعرفش تعمل الهجوم، ما تعرفش تصنع اللعب، ونعرفوا كان ندافعوا ونعرفوا كان نسكروا ونجيش كرة نماركيوها وفي لما بسلامة. هذا الغلط اللي هنا فين يا اخوي رضا؟ اكيد اكيد موضوع كبير وملف كبير وسناتي عليه مهما كان تجيج المنتخب الوطني التونسي. نعم ترتيحه صغيره مع هذا الذوادي، شوف الشمروخه نتاعها وين مشات شنو عطات مع الكان، ثم نرجع ونكمل الحديث. تفرج في الماتش؟ يعني بالطبيعة ماشي توا نتفرج. هبت الردس؟ ترى شكون هذا؟ أول ماتش بتاع تونس؟ نعم في باليش.
اطلاقا اطلاقا في بليش اصلا فما كوب دافري طبعا النشر الجوي متبع شكور انا اللي نقاسيو الريوس تاع الجماعه الاخرين اللي كانوا يحكموا فينا لعبه في رادس هي عجب في رادس يخرج في غينيا كيفين تونس الكابير مش في رادس ليلي المنتخب بيلعب مش في رادس يلعب في الافريك مش قصدوا في غينيا جابوا تروح رادس يا معلم بالرسمي توا ماشي نمشي ورادس نمشي ما نكوروش ما يحبس كل شيء ما خير ولا نمرض الناس كل باللي بولا ما في تونس فهم برشا زبلة وبرشا تمكميك وبرشا كذب زدنا لي بولا نعم نجم نعمل كوب دافريك به كيف هي كوب دافريك باش يقص يعني باش يقص عليهم الضوء ما خلصوش ستيك معناه ما عندهمش بيلات ما عندهمش شما ستاد الكل تيتسمى تيتولي فما ضوء الحمد لله يا رب الواحد كل واحد يجز في يده احتراس نحترسوا كلنا ليه احتراس باش كنا قال الله يقدر كان خسرنا ولا حاجه او كان احتراس نترشحوا بالاحتراس يا شعب بلادي بالعام حيين بخير هذا يوقفنا كل العالي الكبير بلادي بيبري عطرنا والبنين نزلت يعنو فوق صوت إذن أكيد الحديث سيطول عن المنتخب التونسي وعن مباراة اليوم أكيد حتى الصحافة التونسية الصحافة المكتوبة باش تحكي غدوة باش تقيم وفما تحاليل لكن المهم الثابت أنه رغم الاختلافات في الرؤية وفي القراءات الفنية نذكر المنتخب نسكل وراء المنتخب نسكل وراء تونس ونسكل تنتظر فوز تونس وتنتظر تألق النصور في هذه النهائيات الإفريقية كما فما تونس فما أيضا الجزائر وتونس وجزائر وخيان وشقيقان أكيد مش حكيه بعد قليل عن مباراة الجزائر وتقديم مباراة الجزائر وجنوب أفريقيا المجموعة الثالثة خاصة وأن هناك تفاعلات عديدة وكثيرة من الأخوة الجزائريين اللي تبعوا في قناة حنبع الفتحية لهم مثل ما هو الحال للأخوة الليبيين ولكل خلينا نقول الجاليات العربية الموجودة في تونس وخارج تونس والتي تتابع في قناة حنبال وفي سويعكان بالتحديد مشاهدة هذا التقرير عن منتخب الجزائري ثم نعود ونواصل الحديث يبدأ منتخب محاربي الصحراء مشواره في الكأس الإفريقية في نسختها 30 بملاقاة منتخب جنوب إفريقيا مباراة سيحكمها الإيفواري نورمونداز اللي بهالمقابلة سيودع الكان بعد استيفائه للسن القانونية مقابلة على الورق تبدو صعبة ككل مقابلات الافتتاح في الكؤوس الإفريقية لكن جاهزية الخضر في السنوات الأخيرة والإمكانيات الفنية الرهيبة لعديد الأسماء سترشح كفة المنتخب الجزائري للظفر بالثلاث نقاط علما وأنه لفناك تأهلوا إلى الكان كأول منتخب بعد 5 انتصارات وهزيمة واحدة أمام مالي أمال كبيرة تعقدها الجماهير الجزائرية على هذا المنتخب فسيؤكد الخضر ما قاله الفنيون كأبرز مرشح للنيل الكأس الإفريقية وهل سيعيد أبناء غوركيف أمجاد الكرة الجزائرية اللي غابت على التتويجات منذ دورة الجزائر 90؟
جمال الحداد في آخر مداخلة. أكيد التواصل مع الجمهور التواصل متواصل، وأيضا مع الجماهير التونسية وأيضا الجماهير المغاربية والجزائرية بالخصوص. حقيقة يا عادل التواصل ما يوفيش، أنا هوني نتبع تفاعلات، نروح للدار نحل نتبع تفاعلات قبل ما تفاعلات. الحقيقة متاع ربي معناها، وبربي اللي يتفرجوا فينا ما تغشوش علي، راني والله ما نجم نشوف المساج الكل، نحاول نقرأ نحاول نلخص ونعدي أهم جاي المرة هذه. والله يصدقينك المرة جاي فما برشا لوم علينا يا عادل. وخليني نحيي تحية مني خاصة للجمهور اللي تبع فينا واللي اعطى فينا الثقة، وفي حصتنا اليوم نص الليل يا عادل وصفيعة كان متصدرة وأعلى نسبة مشاهدة. شكرا لكم وشكرا على ثقتكم وعلى سهريتكم معنا. بيجي أقول زامبيا واحد، الكونغو واحد، تونس نقطة، الكافير نقطة، الرأس الأخضر نقطة، زامبيا نقطة، كونغو ديمقراطية نقطة. رغم الأداء الهزيل متفائلين كل خير. وجدي الوحيشي يقول تونس باش تمشي للبعيد وتذكروني. نذكروا زيادة بالنتائج اليوم، زامبيا الكونغو 1-1، تونس الرأس الأخضر 1-1. ونذكروا برنامج غدوة غانا سنغال 5 متاع العشية، جنوب أفريقيا الجزائر 8 متاع الليل. حظ أوفر لمنتخب الجزائري وحظ أوفر للجمهور الجزائري، وتحية خاصة لكم يا جزائريين على متابعتكم لنا. تصبح على خير الناس الكل. كاو سكرت برنامج، سكر برنامج يا سي حالي. زكريا علوان لصحافي الجزائري طبعا موجود في قناة حنبعل، هو يقرأ التقرير وقدم مباراة الجزائر وجنوب أفريقيا وأيضا مشاركة الخضر في هذه النهائيات. سمير، الكرة الجزائرية توا في القمة، مشاركة في كأس العالم 2010، مشاركة أخرى طيبة جدا في 2014. المنتخب الجزائري قعد فترة طويلة يخدم، المسؤولين في الجزائر، الجامعة الجزائرية، المسؤولين الكل وفروا إمكانيات كبيرة، مادية كبيرة برشا للمنتخب هذايا، عنده برشا ملاعبية ينشطوا لبرا، ملاعبية كبار برشا، وسل النضج المنتخب الجزائري. من الحق الجزائرية اليوم أنهم يحلموا بمنتخب يتوج إفريقيا، علاش لا؟ لأنه منتخب كبير، منتخب ورا هذا في كأس العالم، ناضج تكتيكيا، عنده ملاعبية على المستوى الفردي كبار برشا، عنده مدرب ولو أنه جديد لأنه دخل في الأجواء، ترشح أول في الترتيب، 5 انتصارات كاملة للمنتخب الجزائري وهزيمة واحدة مع المالي وقت اللي هو تأكد من الانتصار ومتأهل. دونك المنتخب الجزائري نقوله أنه واحد من أبرز المؤهلين للحصول على الكأس هذايا. وضح سمير مباشرة إلى غينيا، إلى مبعوث قناة حنبعل التونسية إلى هناك هيثم الراجدي. هيثم في مكالمة هاتفية، ما نعرفش كان حاضر معنا. ألو. الو، اهلا وسهلا بك عادل، اهلا وسهلا بك الساده المشاهدين اللي يسمعوا فينا لكم. خيبة امل هوني لهنا عادل في اي بي بيين بالنسبه لاداء المنتخب الوطني التونسي، واللي زاد نجم نقولوا قلق شويه خاصه لهنا النيتار كانوا فقط لحظه الاعلان على ضربه الجزاء. بلال المحسني يغادر بنك الاحتياط، يلتحق بحجرات الملابس، ومن بعد اول واحد نلقاوه البرا بلال حاولنا نتصلوا به، حاولنا نحكيوا معاه لكن الرفض، قال انا مانيش ننقل توا، اكيد غدوه باش يكون فما كلام واحد اخر ان شاء الله، المانع خير ان شاء الله لاباس. ما نعرفش شنو اللي صار مع بلال على بنك الاحتياط، اللي فهمناه بلال حب يلعب اساسي ومازال لاعب طموح، مازال لاعب شاب، لكن هذه هي اختيارات المنتخب. حتى زملاء حتى بقيه اللاعبين رفضوا كونهم يعلقوا على رده فعل بلال المحسني، ولو انه فما كلام سمعناه وقت بلال بعد كيف خارج، سمعنا بلال يحكي مع شكون في التليفون، قال كان روحوا خير، كان ياخذوا طياره وروحوا خير. نجم يكون هو متفاعل ونجم يكون هو معناه تاخر، كان يطمح في اداء مردود افضل بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. لكن هذا بلال المحسني، لكن جورج ليكانز اللي كان اطنب واطنب الحديث على اخطاء الحكم، ما زلت ما شاهدتش الموفيو، ما زلت ما شاهدتش المباراه، تحدث برشا على ضربه الجزاء، قال فماش ضربه جزاء، وتحدث برشا على هدف الشيخاوي، قال هناك هدف لكن الحكم حرمنا من الهدف هذا. ما نعرفش ليكم انتم معناتها الاجدر باش نجموا تقيموا اذا كان اداء الحكم كان مع تونس او ضد تونس. جورج ليكانز كان تحدث برشا كما قلنا على اخطاء الحكم، لكن بالنسبه لاخطاء المنتخب الوطني التونسي وهذا الباهي في جورج ليكانز كانوا استعرف، قال اكيد عملنا اخطاء واكيد المنتخب الوطني التونسي عمل اخطاء واكيد مش نعاودوا نرجعوا على الاخطاء اللي عملها المنتخب الوطني التونسي، وحسيناه كونه وكانه يستعرف كونه زوج تغييرات جاو متاخرين نتاع يوسف المساكني وادم رجيبي. يعني هيثم من خلال حديثك مع اللاعبين
مش هي الأجواء بالفعل؟ هل هناك توتر؟ هل هناك تفاؤل؟ هل أنه ينجم الجمهور التونسي اليوم يعيش على أمل أنه نوفقه في المقابلات القادمة؟ والله عادل كيف نشوفوا ردة فعل خاصة لاعبي المنتخب الراس الأخضر اللي العشر دقائق الأخرى كانوا هما يحبوا يحافظوا على نتيجة التعادل 1-1. كيف نشوفوا معناتها ردة الفعل تاع لاعبي الراس الأخضر بعد نهاية المباراة اللي كانت الفرحة واضحة عليهم هما أكثر منا نحن وكانوا نتيجة التعادل 1-1 ترضيهم. لكن بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني التونسي حسينا كانوا فما خيبة نوعا ما خاصة من أداء الشوط الأول. حسينا كانوا الملاعبية تعرفوا قالوا صحيح لعبنا برشا بالعرض صحيح ما طلعناش القدام لكن وكأنه كان فما تعليمات من الأول لكن التعليمات كانت مش كنت ربع ساعة الأولى مش كنت طيلة المباراة. وصراحة فما حاجة أخرى زاد عادل اللي حسيناها اليوم في قداش من مرة جورج ليكانز وقت مش يخرج يعطي تعليمات يلقى شكون في بلاصته يعاود هو يعاود يرجع الرأس الأخضر عنده زوج مدربين مساعدين لكن فقط واحد برك هو اللي يقوم ويعطي تعليمات اللي هو المدرب الأول. ما فهمناش في تونس ماهر الكنزاري قاعد على الـ على الـ على البنك سي جورج ليكاز مدرب المنتخب الوطني التونسي. حسينا لهنا كانوا فما حتى تذبذب حتى من الاول منذ البدايه نلقاو شكون زايد في بنك احتياط المنتخب الوطني التونسي لكن دخلوا بسرعه وخرج ورجعت وقعد رجع النصاب الى كما هو عليه معناتها 8 فقط يكونوا على بنك الاحتياط. يعني فما دي ديتاي صغار هذوما هما اللي نجموا يعملوا الفارق لكن معنويا منتخبنا مرفوع الراس. حتى كان لي حديث مع سي وديع الجري كان متأثر شوية قال كنا نجمو نقطة المباراة من الأول منعنا بلغة الكرة منعنا لأنه الشوط الأول المنتخب الرأس الأخضر كان وجود فرص واضحين واضحين كبار معناتها كان نجم برافو سيام بن يوسف اللي الكرة داخل الشبكة إذا الأيمن المنكوز حارس المنتخب اللي مرة أخرى يأكد جدارته وحتى ضربة الجزاء كنت شفته الأيمن كان في اتجاه الكرة لكن الله غالب المنتخب الرأس الأخضر أمن بحضوره جنيه ضربة الجزاء لكن أكيد الأمل مازال خاصة كونه مازال ما تلعب حتى شيء وكأنه المجموعة هذه مازلنا ما لعبناش بالفريق لأنه الزوج مباريات انتهوا بنفس النتيجة يعني الحظوظ كلها متساوية وإن شاء الله أكيد مازال التفاعل وهذا ما أكدوه حتى لاعبي المنتخب وكانوا مازال التفاعل موجود وحتى جورج ليكانز قال نوعا تحسنت الظروف الان في الاقامه وظروف المعيشه بالنسبه للمنتخب قال توا ان شاء الله لاعبينا باش يعطيوا اللي عليهم وان شاء الله هو بيدو اكد وكانوا متفائل ينجموا نفحوا على الاقل الان مرحله بمرحله هي التاهل للدور القادم. اكيد هيثم الراجي مبعوث قناه حنا بعد الفضائيه التونسيه الى غينيا الاستوائيه نشكرك على هذه المداخله والامل سيبقى قائم وسيبقى الجمهور الرياضي التونسي وراء المنتخب وينتظر رد فعل من المنتخب التونسي. سي مختار تعليق بسرعة على تدخل هيثم وهذه الأجواء اللي قالها بخصوص المنتخب التونسي. شوف في كل مقابلة في كل فريق في كل منتخب فما ناس فما ملعبية ما يقبلوش لو برينسيب نتاع نلعب ولا ما نلعبش لسبري ديكيب مش مغروس فيهم. فعندما يحلم هو ويظن هو مدرب ولاعب في نفس الوقت يحط نفسه أساسي ويلقى روحه مش أساسي تصير كي صدمة ما تقلقنيش أنا الحالة هذه لأن تحصل في كل المنتخبات وفي أغلب المنتخبات وتو يرجع يشاهد العقل يمشي للبيت ويرجع يقول أنا غلطت ومتأكد يطلب السماح كان تفوه بكلمات لكن لازمنا نفهموا اللي فما ناس تلعب وناس ما تلعبش وهذيك اختيارات المدرب. وإن شاء الله يرجع شاهد الأقل المنتخب التونسي لكرة اليد. أكيد المنتخب التونسي يحمل أمل التونسيين أيضا في قطر في العاصمة القطرية في المونديال اللي قاعد يدور في الدوحة. صحيح خسرنا زوج مقابلات لكن أيضا الأمل يبقى قائم. نشاهد هذا التقرير ثم نعود ونحكي كلمتين عن المنتخب التونسي والناس كل تشوف المنقلها الله غالب اليوم تخمة وضيعة ومتابعة فورية للمنتخب التونسي في غينيا الاستوائية وأيضا في العاصمة القطرية. Coach, après deux défaites, comment vous pouvez préparer vos joueurs pour jouer et donner le maximum dans les prochains matchs qu'il faut gagner? Ah, comment? Ça, c'est l'art de faire. C'est le plus difficile pour l'entraîneur de sortir de difficultés et de donner de nouveau que les joueurs croient et qu'ils sont capables de faire de nouveau quelque chose de positif. Alors. Mais je pense qu'avec le match d'hier, comment dire, ça m'a facilité beaucoup parce qu'on a sorti de,
un match qui ne devrait pas nous donner l'optimisme. Alors ça c'est Macédonie, on a joué un grand match contre la Croatie et on sait qu'on est capable et que maintenant le moral est aussi beaucoup meilleur que avant et voilà, c'est ça. Mais on va essayer de penser positivement et de se préparer positivement et je pense qu'on est dans la bonne, que la courbe va vers en haut. بعد دو دفات اكيد ما فماش سوليسيون كان نربحوا لي 3 ماتش اللي مازالوا. الماتش الاول قدمنا مردود مش باهي، طوينا الصفحه هذيك وتلمينا الاولاد مع بعضنا.